مساء الخير على حضراتكم، ومساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم في حلقة المحترف، حلقة نهاية الأسبوع. النهاردة في حلقتنا يعني دايما يوم الخميس يكون عندنا وقت أطول شوية نقدر نتكلم مع حضراتكم في كل الأحداث الرياضية على مستوى العالم. النهاردة هنتكلم في جزئتين، الجزء الأول طبعا كأس العرب المقام طبعا في قطر 2022 برعاية الفيفا، وهنتكلم كمان على طبعا دور المجموعات في الشامبيونز ليج والمباراة أو الجولة الأخيرة من دور المجموعات في هذه البطولة الكبيرة، وإزاي الفرق وصلت، مين اللي وصل ومين وصل أول ومين وصل تاني، مين الفرق اللي خرجت. أكيد كلنا متابعين الخروج بعد 20 سنة البرشلونة بتخرج من دور المجموعات في الشامبيونز ليج، هنتكلم ده بالتفصيل في حلقة النهاردة. خلينا نبدأ مع حضراتكم مع كأس العرب المقام طبعا في قطر، وخلينا نتكلم مع حضراتكم يمكن في نقط محددة. مباراة مصر والجزائر، مباراة مصر والجزائر كلنا كنا مستنيينها بشكل كبير جدا، كلنا كان عندنا أمال وكان عندنا طموحات نشوف مباراة جيدة جدا، وده اللي حصل. خليني أخد بعض النقاط، ودايما بنطلع أو بنحلل أو بننقد بشكل إيجابي، ناخد الجزئية المفيدة جدا إيجابيات المباراة ديت، وخاصة دايما مباريات مصر والجزائر بيكون لها طابع خاص. طيب خلينا نتكلم الأول الإيجابيات، إيه الإيجابيات اللي خرجنا بيها من مباراة مصر والجزائر. أنا شفت بعض الإيجابيات مهمة جدا جدا على مستوى، أولا مستوى الروح القتالية والعزيمة الكبيرة جدا للاعبي المنتخب، كل الناس كانت حاسة أن في روح جديدة في منتخب مصر، في إصرار وفي عزيمة وفي قتال داخل الملعب بشكل أكتر من رائع على مدار التسعين دقيقة. كانت بعض الناس أو أنا كمان أو كلنا كنا شايفين أن الروح دي كانت غايبة بقالها فترة عن منتخب مصر. الروح دي رجعت في مباراة الجزائر، روح قتالية عالية جدا من جميع اللعيبة على جميع المستويات. كمان اللعيبة الجديدة من الإيجابيات، احنا بنتكلم على لعيبة أول مرة نشوفها على المستوى الدولي، لعيبة ممكن ناس كتير هنا متابعة الدوري المصري ما كانتش تعرف أسمائها. بنتكلم على أحمد ياسين على سبيل المثال، بنتكلم على حسين فيصل، بنتكلم على أحمد رفعت، عمر كمال، عبد الواحد، وجود مهند لاشين كمان كان موجود بشكل أكتر من رائع. كل دي مكاسب على مستوى توسيع قاعدة الاختيارات، ولعيبة بنديها فرص كويسة في مباراة قوية جدا وبتقدم مردود طيب، ده كمان جزء إيجابي كبير جدا. على مستوى تغييرات كروش كمان كان موفق جدا، يعني أي مدير فني في مباراة حساسة زي ديت في أول نص ساعة وفي الشوط الأولاني بيخسر اتنين لعيبة، أيمن أشرف وأحمد حجازي، واتنين لعيبة تقال على المستوى الهجومي على المستوى الدفاعي، كمان على مستوى الخبرات لما يكون عندك اتنين لعيبة بقيمة أيمن أشرف أحمد حجازي قيمة خبرات داخل الملعب بتقل الفرقة. فبنلاحظ إن مفيش هزة كبيرة حصلت لمنتخب مصر بعد التغييرات الاضطرارية اللي يمكن كروش اتعامل بيها بشكل أكتر من رائع. كل دي إيجابيات، تصدر المجموعة إيجابية كبيرة جدا، إنك بتتصدر المجموعة بشكل أكتر من رائع مع أمام فريق الجزائر، روح قتالية، بتكلم على تغييرات وجوه جديدة في المنتخب، أداء رجولي وروح قتالية عالية جدا. طيب نتكلم على الجزء اللي يمكن أنا شايفه سلبي شوية في الموضوع. الجزء السلبي وده هتكلم على المستقبل، بنتكلم دلوقتي بعض الناس او بعض المحللين حتى بره، انا بتابع برضو بعض المحللين بيتكلموا ازاي على منتخب مصر بره، ان اتاخد ان منتخب مصر كان بيهرب من مقابله المنتخب المغربي. ما اعتقدش دوت كان المفروض يوصل بالشكل ده، حتى على مستوى الجماهير على مستوى النقاد، احنا عايزين الصداره عشان نبعد عن المنتخب المغربي، مش عايزين نصدر ده يعني، مش انت منتخب مصر ايجابياتك انك تتصدر المجموعه بشكل اكتر من رائع بلا هزيمه، بتحقق نتيجه كويسه مع المنافس العتيد العنيد المنتخب الجزائري وبتاخد منه الصداره، حلو قوي، لكن ما تصدرش انك بتاخد الصداره عشان تهرب من المنتخب المغربي، لان كمان دوت بيصدر روح. ويمكن بعض المحللين في القنوات الفضائيه، محلل مغربي قال لك المنتخب المصري والمنتخب الجزائري كانوا بيحاولوا يهربوا من المنتخب المغربي. منتخب مصر منتخب كبير جدا على مستوى قارة أفريقيا، لازم نوصل الروح ديت قبل ما نتكلم دايما عن المستقبل، قبل ما توصل للمباراة الفاصلة في تصفيات كأس العالم، إنك بتوصل أمام الجزائر ما عندناش مشكلة، توصل أمام المغرب ما عندناش مشكلة، لكن تصديرك من دلوقتي
ويمكن بعض الناس وبعض النقاد بيقولوا كويس قوي ان احنا اتصدرنا عشان ما نقابلش المغرب. نتكلم فنيا شويه، ممكن المغرب فريق كويس فنيا كويس، لكن مش ده الهدف من البطوله. هدفنا انك تحقق نتيجه جيده وتوصل وتاخد البطوله، ده هدف، لكن الهدف الكبير اللي ماشي عليه الجهاز الفني وكروش انك بتكتشف لعيبه جديده، بتدي فرص للعيبه على المستوى الدولي بشكل مباراه رسميه، مباراه متشافه، مباراه تحت ضغوط، ده بيكسبك لعيبه. وزي ما قلت اسماء كلها اللي انا قلتها كلها كسبناها، بدايه احمد ياسين، مهند لاشين، حسين نص الملعب، بتتكلم على احمد رفعه، بتتكلم على عمر كمال عبد الواحد، فبتتكلم على مجموعه من اللعيبه ده بقوا مؤهلين ان يلعبوا ماتشات دوليه بشكل كبير. لكن فكره انك تاخد الصداره عشان تبعد عن المغرب، ده اعتقد يعني في غير محله، لان منتخب مصر منتخب كبير. وتخيل كده انك في مباراه الفصل انك هتوصل لكاس العالم هتقابل المغرب، وده وارد، يعني وارد جدا. فلو ما دلوقتي تبعت الروح ديت وتبعت الاحساس ده ان منتخب مصر بيهرب من المنتخب المغربي، اعتقد ده مش في صالح المنتخب المصري. دي من يمكن السلبيات اللي شفتها. من السلبيه كمان بكل امانه بننتقد علشان نوصل للافضل. بتكلم مباراه فنيا، مستوى فني كان في تغيير في خطه اللعب بعض الاحيان، مصطفى فتحي نزل ما كانش في نص الملعب كويس فراح كطرف يمين، بتتكلم على عمر كمال عبد الواحد نزل باك يمين، وده شيء كويس لان دلوقتي اكرم توفيق مش هيشارك في مباراه الاردن فياخد جزء من المباراه بشكل كويس قوي. لكن خلينا نتكلم بكل امانه، ما كانش في شراسه هجوميه على المنتخب الجزائري، بمعنى بجانب طبعا ضربه الجزاء اللي بحيي فيها عمرو السوليه بشكل كبير جدا، ده ذكاء اللاعب. ليه ذكاء اللاعب؟ عمرو السوليه اتعمل عليه فاول، وكان ممكن جدا اي لعيب تاني يتخبط الخبطه ديت ويقوم ويكمل المباراه، لكن خلينا نتكلم ان عمرو السوليه كمان اتعامل بشكل اكتر من رائع بذكاء كبير جدا، انه فضل على الارض، هو مخبوط خبطه جامده، كان بعض اللعيبه او ممكن بعض اللعيبه تقوم وخلاص اللقطه خلصت. عمرو السوليه اصر انه يكون في موجود على الارض، واصر كمان ان وجوده واصابته على الارض انه كمان الناس تعترض وتشوف وتقول للحكم لا، والفار يشوف كمان، والفار نفسه اللي قاعد يراجع اللقطه من اول وجديد، لا ده عمرو فعلا مخبوط ولا لا، بيتدلع ولا مخبوط بجد. فبدا كمان الفار يدور، فاتضح ان في فعلا ضربه جزاء لعمرو السوليه اللي احرزها، وكان نقطه ايجابيه في المباراه. فخلينا نتكلم تاني، كانت مباراه على المستوى الاراده، على مستوى العزيمه، على مستوى الرجوله، مباراه هائله. مش عايزين نصدر من هنا من مصر لاي حته في العالم ان احنا خايفين من اي فريق على المستوى على مستوى افريقيا، احنا ابطال افريقيا وعندنا الرقم القياسي، وان شاء الله عندنا منتخب وعندنا دلوقتي كمان لاعبين على مستوى عالي جدا. يا رب ان شاء الله كل التوفيق في الفتره اللي جايه، وكمان على مستوى كاس افريقيا اللي خلال يعني تقريبا شهر من دلوقتي هتبدا البطوله الافريقيه، وكمان الحلم الكبير الوصول للمره الثانيه على التوالي لكاس العالم، ده انجاز ان شاء الله يحققه المنتخب المصري. طيب بعض الاخبار السريعه قبل ما نخش على الصحف، هنتكلم على محمد النني. طبعا نجمنا الكبير محمد النني على رادار نيوكاسل في الميركاتو الشتوي، يعني ايام قليله جدا. محمد النني يعتبر ايامه بقت معدوده في نادي الارسنال، في ظل طبعا عدم وجود فرصه كبيره في صفوف طبعا الارسنال من خلال المدير الفني ميكيل ارتيتا. لكن محمد يمكن شارك في المباراه الاخيره امام المان يونايتد بشكل اساسي، ولكن في فترات كثيره جدا محمد النني ما كانش متواجد في التشكيله الاساسيه للارسنال. طبعا نيوكاسل بيحاول بقدر الامكان انه يحسن من مستواه او من ترتيبه في جدول الدوري الانجليزي، هو طبعا متزايل الدوري الانجليزي، وبالتالي يعني بيسعى للتعاقد مع محمد النني في فتره الانتقالات الشتويه لتدعيم الفريق طبعا للهروب زي ما بقول لحضراتكم من تزايل جدول الدوري الانجليزي الممتاز. يمكن صحيفه ميرور الانجليزيه قدمت تقرير يوم الخميس اللي فات، واشارت او النهارده بشكل اساسي النهارده الصبح، قالت فيه ان محمد النني ضمن خمس لعيبه، طبعا ايدي هاو ده المدير الفني الجديد لنيوكاسل يسعى لضمهم في طبعا الميركاتو الشتوي المقبل. محمد طبعا النني ما شاركش زي ما بقول لحضراتكم في كتير من المباريات تحت طبعا قياده ارتيتا المدير الفني للارسنال، كان طبعا متواجد في المباراه المهمه جدا امام المان يونايتد واللي انتهت
يمكن بخساره الارسنال 3-2. كل التوفيق اكيد لنجمنا محمد النني، اللي كمان محمد النني في الفترات الاخيره مع المنتخب المصري تفتكروا حضراتكم من فترات طويله انتقادات كتيره جدا جدا لمحمد النني على مستوى منتخب مصر، لكن المدربين ويمكن كان النقاد الرياضيين او نقاد كره القدم بشكل ايجابي كان اكيد النني بيعمل ادوار محوريه كبيره جدا جدا، واكيد طبعا النني بنتمنى له كل التوفيق. نيجي لنقطه طبعا مهمه جدا كمان، اصداء البلندور وعدم حصول محمد صلاح او حصول محمد صلاح على المركز السابع في البلندور كان ليها اصداء كبيره جدا جدا جدا. النهارده يمكن من 3 ساعات 4 ساعات ألان شيرر المهاجم الانجليزي الشهير طلع بتويتر وكتب او كتب من خلال بعض الجرائد هناك، وكتب يعني بصراحه في حق محمد صلاح كتب كلام جميل جدا جدا. المعروض على حضراتكم باختصار زي ما بنقول محمد صلاح، هو بيقول محمد صلاح is the best in the world right now، يعني محمد صلاح بيقول هو افضل لعيب في العالم دلوقتي، بيتكلم the best goal scorer and the best player full stop، يعني بيتكلم هو خلاص احسن هداف في العالم واحسن لعيب في العالم نقطه ومن اول السطر. كتب الماجيك اللي بيقدمه محمد صلاح في افضل دوري في العالم وامام اكبر فرق العالم، وبيتكلم على محمد صلاح انه بس ده بيتكلم انه هذا السحر وهذه الامكانيات والاهداف الرائعه اللي بيسجلها محمد صلاح ده بيقول لك ويك ان ويك اوت، يعني اسبوع بعد اسبوع، وبيقول لك يير ان يير اوت، يعني كمان سنه ورا سنه محمد صلاح من خلال بيقدم مستويات هو بيصفها بالسحر، وبيتساءل بشكل يعني في نوع من التريقه بلغتنا كده يقول لك هاو هي كيم سيفنث ان ذا لاستس بالاندور فوتنج از اني بادي جيس، يعني ازاي ان محمد صلاح يحصل على المركز السابع في البالاندور، هل من يعني مفسر لهذه الامور؟ طبعا البالاندور ويعني صدى طبعا فوز ميسي بهذه الجائزه طبعا كان ليها صدى كبير جدا وما زال لغايه دلوقتي في كل العالم. والنهارده معانا الناقد الرياضي محسن لملوم كان موجود في فرنسا هيقول لنا كمان هو سمع ايه فرنسا وكانت الاجواء ايه وردود الافعال كانت ايه، كمان عندنا من المانيا الناس قالت ايه. احنا بنتكلم دايما على البالندور وبكل امانه محمد صلاح ما كانش هياخد المركز الاول في اعتقاد ناس كتير جدا، وفي اعتقادي كان ليفاندوفسكي طبعا المهاجم الرائع لفريق البايرن والمنتخب البولندي كان هو الاحق بهذه الجائزه، هنتكلم بالتفصيل برضو من خلال حلقتنا. طيب يلا مع حضراتكم نروح نشوف الصحف العالميه قالت ايه من خلال المحترف. نبدا جولتنا النهارده فقره الصحف العالميه بصحف اسبانيا تحديدا ماركا الاسبانيه. ماركا ركزت على فوز ريال مدريد 1-0 على اتلتيكو بلباو وتوسيع الفارق في الصداره في الدوري الانجليزي، وكتبت ريال مدريد يهرب بمعنى ان هو بيوسع الفارق ما بينه طبعا الدوري الاسباني واحتلال وتصدر ريال مدريد لصداره البطوله بعد فوزه 1-0 على اتلتيكو بلباو، وطبعا ريال مدريد يهرب بالصداره. طبعا من خلال تصريح فيران الرئيس التنفيذي لنادي برشلونه كمان كان في هذه الجريده كتبت برشلونه سيجري تعاقدات في يناير القادم. دي على مستوى ماركا الاسبانيه. نروح لسبورت الاسبانيه كمان ركزت على اخبار برشلونه وامكانيه اجراء تعاقدات في فتره الانتقالات الشتويه، وكتبت تعاقدات نعم، وطبعا كان عشاء للاحتفال بجائزه كوبا اللي حصل عليها بدري، وديمبلي طبعا اقرب للمغادره مجانا في يونيو. طبعا ديمبلي لعيب كبير جدا ولكن كثره الاصابات اعتقد كان عامل مهم جدا في عدم وجود عثمان ديمبلي في التشكيله الرئيسيه لبرشلونه، ويمكن الجريده بتقول ان ديمبلي في خلال الفتره اللي جايه مش هيكون موجود في برشلونه. كمان تحدثت جريده عن فوز ريال مدريد على اتلتيكو بلباو 1-0، في طبعا ده كان لقاء مؤجل في الدوري الاسباني.
كتبت بنزيما يعزز طبعا صدارة مدريد لهذا الجدول أو لجدول الدوري الأسباني. طيب نروح نسيب أسبانيا نروح لفرنسا تحديدا لكيب الفرنسية. لكيب الفرنسية ركزت على فوز أولمبيك مارسيلي على نانت 1-0 ويعني ارتقائه للمركز الثاني في ترتيب الدوري الفرنسي. وكتبت جيرسون يعني البرق الفدي كما تحدثت كمان عن تعادل باريس سان جيرمان سلبيا أمام نيس. وطبعا كلنا بنتكلم وبنتكلم على مستوى ميسي اللي ما بيقدمش لغاية دلوقتي بشكل كبير جدا. ميسي لم يعني لغاية دلوقتي لم يقدم المستويات المطلوبة في باريس سان جيرمان. ويمكن كل الناس بتتكلم ان لسه لغايه دلوقتي ما شفناش مستوى ميسي على المستوى اللي كان بيقدمه مع برشلونه رغم تواجده في افضل فرق العالم بوجود لعيبه كبيره جدا على مستوى مبابي على مستوى نيمار على مستوى دي ماريا. لكن ما زال ميسي لغايه دلوقتي لم يقدم المردود المنتظر منه بانتقاله من برشلونه لباريس سان جيرمان. لسه عندنا حاجات كتيره جدا في المحترف. هنطلع فاصل سريع نستقبل بعد الفاصل الناقد الرياضي المتميز محسن اللملوم ونتكلم في القضايا اللي قلت حضراتكم عليها. عندنا كاس العرب ومنتخب مصر وكمان الجولة الأخيرة من دور المجموعات في الشامبيونز ليج الأوروبي. اهلا بحضراتكم وبرحب بحضراتكم مره ثانيه وبنرحب بضيفنا النهارده في المحترف الناقد الرياضي المتميز الناقد الكبير في الكره العالميه محسن لملوم. مساء الخير عليك محسن. مساء الخير يا كابتن. منورنا. بنور حضرتك دايما ربنا يكرمك. عندنا حاجات كتيره جدا النهارده بس يعني عندنا طبعا كاس العرب هنتناول مشوار المنتخب المصري طموحاته كيروش و البلاننج اللي عامله من خلال كاس العرب. كمان عندنا تشامبيونز ليج الاوروبي. لكن خلينا نتكلم لسه أجواء البلندور ويمكن في الانترو كان ألان شيرر بيتكلم على تعجبه الكبير جدا من حصول محمد صلاح على المركز السابع. أنا عارف أن أنت يمكن كنت في فرنسا في الفترة بتاعة البلندور. اشرح لنا الأجواء هناك إيه؟ هل الأجواء لسه مستمرة؟ هل في غضب؟ هل أنت من خلال وجودك كمان في فرنسا كان ردود الأفعال إيه على البلندور؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم في باريس تحديدا كان في سعادة لان اكيد نادي باريس سان جيرمان اكبر نادي في فرنسا واكبر نادي في العاصمه باريس. هو كان طبعا منتشي تماما عنده اثنين واخدين جايزتين ليونيل ميسي طبعا الارجنتيني واخد اللي هو البالون دور ودوناروما الحارس المرمى الايطالي واخد طبعا جايزه تاشيني اللي هو افضل حارس. كان عشان كده حتى كانوا عاملين احتفاليه كبيره جدا وضخمه في البارك دي برنس بعد ال 48 ساعه بالظبط بعد البالون دور. كان يوم الاثنين 28 نوفمبر وكان يوم الاربعاء 1 ديسمبر كان في مباراه باريس سان جيرمان ونيس في البارك دي برنس في تقريبا الاسبوع 17 او 16 في الدوري الفرنسي. انت كنت بتتفرج على المباراه ديت؟ بالظبط كنت في الملعب وكانوا عاملين احتفاليه كانت اجواء ممتازه طبعا سعداء جدا 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 بفوز الاثنين من عندهم بالذهب. وحتى كانوا عاملين بانر كده باسم باريس جولدن سيتي باريس المدينه الذهبيه لان طبعا دي حاجه ما حصلتش قبل كده. فهم اكيد سعداء لكن احقاقا للحق هو ده مش صح. يمكن العالم كله بعيدا عن باريس او فرحه مسؤولي باريس سان جيرمان او نادي باريس سان جيرمان ومحبيه. انا عايز اكلمك عن الناس. انت اكيد في فرنسا كنت سيبك طبعا باريس سان جيرمان وطبعا صحيح. رئيس النادي وكل الناس كل ده فرحان لكن بتكلم على الناس الطبيعيه. وانت في فرنسا بتتناقش مع واحد صاحبك بتسمع الناس بتقول ايه يعني؟ لا 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 كله بقى فقد مصداقيه الجائزه فقدت مصداقيتها بشكل كبير جدا جدا جدا. هنا لا اتحدث عن محمد صلاح فقط ولكن خلينا نقول احقاق الحق فيه ليفاندوفسكي. ده حق ليفاندوفسكي اللي هو اخده ميسي في الكره الذهبيه لا خلاف طبعا ولا جدال على موهبه ميسي دي مش عايز اتكلم. انا بتكلم على المعايير او الاحق مين الاحق المرضي بالجائزه. بصراحه ليفاندوفسكي على الاقل مش يعني ايه مش هقول صلاح بس على الاقل مش ميسي يعني في كل الاحوال مش ميسي. وممكن واحد زي ليفاندوفسكي ممكن كريم بنزيما طبعا في ريال مدريد عامل شغل عالي جدا شغله كويس جدا. وزي ما قال يمكن ألان شيرر زي ما حضرتك ذكرت في الانترو يعني بيقول رايت ناو يعني الان افضل لاعب. لا بص محسن هو طبيعي ما كانش محمد صلاح كان هياخد لان كانت على الموسم الماضي وكان في
طبعا بالزبط. يعني في فوتنج، وعلى المستوى المنتخب ما كانش فيه انجازات، على المستوى المحلي حتى ليفربول ما كانش بمستواه. صحيح. لكن بنتكلم على ترتيبه السابق. ده غريب جدا، كان كل الناس بتتكلم على ليفاندوفسكي. وكان في يمكن كمان في المانيا بالذات، لان كمان وانت عارف بتكلم معاك قبل الهوا ان في 2020 لما اتلغت الجائزه دي بسبب جائحه كورونا، كان هو المرشح الاقوى للحصول على هذه الجائزه. صحيح. وما زال حتى في هذه النسخه كان هو الافضل برضه. وهو يستحقها. على مستوى التقييمات كان هو الافضل يعني. صحيح، هو كان يستحقها تماما. يمكن زي ما حضرتك ذكرته في المانيا اتكلموا عن ده كتير، هم يمكن اكثر يعني معنيين اكثر من اي حد تاني ان ده حق ليفاندوفسكي. يعني امتى ياخدها بقى؟ لما ما ياخدهاش في الموسم الحافل اللي عمله ده، والتدوجات الفرديه، وحتى صحيح. على مستوى الفريق مع الجمعيه مع فريق بايرن ميونخ. لا طبعا حدث ولا حرج، في حين ان ميسي ما كانش الموسم بتاعه مثمر بالشكل اللي هو يمكن الحاجه الابرز، بس كان فوز الارجنتين بكوبا امريكا. خلاف ذلك يعني موسمه كان سيء مع ساعتها كان في برشلونه بقى، ما كانش في يعني كمان على الاجواء في فرنسا، اكيد كمان على مستوى المانيا. ويمكن دايما بنتكلم على مستوى المانيا لان كان في طموحات كبيره جدا جدا على مستوى طبعا على 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 الاقل يعني رؤساء البايرن ميونخ. كان موجود اوليفا كان رئيس النادي، كان موجودين المدربين، كله كان بيدعم ليفاندوفسكي طبعا المهاجم الرائع للبايرن والمهاجم البولندي القوي جدا على الحصول على هذه الجائزه، وكان فعلا يستحق بجداره. لكن معانا تقرير من المانيا طبعا من الشارع الالماني نفسه، ما بنتكلمش بقى على نقاد، ما بنتكلمش على رؤساء انديه، بنتكلم بناخد من الشارع حتى الالماني الناس كانت بتقول ايه، من خلال طبعا يمكن الناقد الرياضي ومراسلنا دلوقتي في المانيا محمد الباز، متواجد كان متواجد في المانيا وعمل هذا الحوار الرائع، نشوفه ونرجع مع حضراتكم. مساء الخير كابتن هاني رمزي، احنا هنا من المانيا بنغطي الحدث تشامبيونز ليج. طبعا في اكتر مباراه مهمه النهارده، فولسبورج امام ليل الفرنسي، وبرده على الجانب الاخر بايرن ميونخ امام برشلونه. النهارده بنبص على اصداء البالون دور، معانا فانس المان، طبعا معظم الالمان غير راضيين ان ميسي هو اللي حصل على البالون دور، وكانوا بيتمنوا ان ليفاندوسكي، وشايفين هو الافضل وهو من يستحق. حابين نسالهم النهارده عن رايهم، ونتابع مع حضرتك الاصداء بشكل كبير هنا في المانيا. Hallo, guten Abend. Hi. Hi. Wir wollten halt hier über Ballon d'Or Auszeichnungen fragen. Wie viel haben Sie das gefunden? Haben Sie erwartet, dass Messi das kriegt, oder haben Sie was anderes dann Gedanken gemacht? Bitte schön. Also ehrlich gesagt, haben wir nicht damit gerechnet, denke ich mal. Ich spreche mal für uns beide, dass Messi es nicht wird. Gerade jetzt, also auch als Wolfsburg-Fans, würden wir schon sagen, dass Lewandowski das verdient gehabt hätte. Trotzdem ist Messi, denke ich, ein Weltklasse-Spieler. Und ich denke mal, er hat auch was dazu beigetragen, aber von meiner Seite aus ist Lewandowski eigentlich ganz klarer Gewinner. Okay, danke schön. Und Sie auch? Ja, wie gesagt, für mich ist das auch klar. Messi ist natürlich ein überragender Fußballer, jahrelang auf höchstem Niveau. Aber da muss man einfach sagen, dass Lewandowski definitiv in der Spitze aktuell. Wenn man sich rein die Zahlen ansieht, von den Toren, die er macht, wie wichtig er für Bayern ist, das hat Messi jetzt eher nicht so gezeigt im letzten Monat bei Barcelona oder jetzt gerade auch bei Paris. Das hat er jetzt zwar so langsam kommt er rein. وبنسأل طبعا لسه مع جمهورنا النهاردة عن رأيهم عن محمد صلاح والمركز اللي حصل عليه كالمركز السابع زي ما احنا عارفين، ورأيهم في مو صلاح. Wie haben Sie das gefunden, mo Salah auf dem siebten Rang? Verdient er das oder sollte er wahrscheinlich dann innerhalb mit den ersten fünf Spielen gewesen sein? Also aktuell von der Form her würde ich definitiv in der Top 5 sehen, weil er eine brutale Waffe für Liverpool in der Offensive ist, momentan eine super Saison spielt, ganz viele Scorerpunkte hat, sehr spielentscheidend momentan für Liverpool ist. Deswegen auf dem siebten Platz werden wir auf jeden Fall in der Top 5 gesehen, definitiv. Perfekt. Ja, auf jeden Fall auch in der Top 5 und auf jeden Fall auch viel besser als Jorginho, schätze ich. Also ich hätte Salah auf jeden Fall mit Jorginho getauscht und dann entweder vier oder fünfter Platz auf jeden Fall dabei. Weil es echt momentan wieder in Form und ich denke, verdient er auch. Glaubt ihr, dass Mo Salah vielleicht nächstes Jahr auf Ballon d'Or Sieger werden kann oder könnte? Schwierig, weil viel wird ja auch leider dran gemessen, was du mit dem Verein oder auch mit dem Land erfolgen hast, wie jetzt zum Beispiel bei Jorginho. Ja, der ist fußballisch für mich klar ein super Spieler, aber er hat jetzt nicht herausgeragt. Aber er hat die Champions League gewonnen, er ist Europameister mit Italien gewonnen, das zählt natürlich dann auch da wohl mit rein. Er ist Dritter geworden
Also ob er ihn gewinnt, weiß ich jetzt nicht, aber ich vielleicht schafft das auf jeden Fall die Top 3 vom Fußballerisch her. Super. Und heute Champions League. طبعا تقرير اكثر من رائع. بنشكر زميلنا والناقد الرياضي وكان مراسل في المانيا محمد الباز. وكان مهم جدا ان احنا نروح كمان للارضيه للناس للجماهير بتقول ايه. سمعنا نقاد وسمعنا رؤساء انديه، لكن زي ما انتم شايفين وحضراتكم شايفين ان حتى على المستوى الجماهيري بنتكلم على ليفاندوفسكي كان الاحق، وكمان بالنسبه لاحتلال محمد صلاح للمركز السابع كان حتى على مستوى الجماهير العريضه اللي بتشوف الكوره ومن حقها انها تقول ان كان محمد صلاح يجب ان يكون من الخمسه الاوائل او كمان من الثلاثه الاوائل. اكيد محمد صلاح باذن الله محسن لو استمر بهذا الاداء اللي بدا به الموسم دوت مع ليفربول مع ان شاء الله انجازات منتخب مصر، اعتقد محمد صلاح سيكون المرشح الابرز للحصول على هذه الجائزه هذا العام ان شاء الله. ان محمد صلاح باذن الله خد السنه دي القاب مع ليفربول سواء دوري ابطال اوروبا او مع او الدوري الانجليزي اللي هو الاقوى طبعا في العالم، انا بقول لحضرتك ان هو صلاح سيحصل على البالون دور السنه الجايه رغم انفه ان شاء الله باذن الله. طيب باذن الله نروح بقى لمنتخبنا الوطني ومشواره في كاس العرب فيفا 2022. خلينا نتكلم على، قول لي بصفه عامه رايك في الثلاث مباريات عامه، يعني شكل اداء المنتخب من خلال رؤيه فنيه ومن خلال جهاز فني بقياده كروش. والله شوف حضرتك كان دايما البطوله العربيه او بطوله العرب دي ما كانتش بصراحه عمرها ما كانت حلوه بالشكل ده، كان دايما بيبقى فيها شويه مشاكل، حساسيات عربيه ما بتكملش، بدليل ان هي دايما ابدا تلاقيها مش منتظم، يعني مش كل سنتين او ثلاثه او اربعه، ده كل ما ايه بالبركه كده. السنه دي الموضوع مختلف تماما، ده يحسب بصراحه للمسؤولين في قطر عن البطوله، لازم نرفع لهم القبعه على ده، ملاعب حدث ولا حرج، ورعايه الفيفا كل شيء. كمان بتفرق جدا الفيفا بالظبط، لان الفيفا اصلا اعتبر البطوله دي بمثابه التجربه للمونديال بعد سنه. فعشان كده ناجحه كمان على المستوى الجماهيري، عمرنا ما شفنا مباراه بين مصر والجزائر، يعني ايه طبعا دايما مباراه مصر والجزائر بقى فيها حساسيه عاليه جدا كرويا، يعني مش عايز اقول حاجه ثانيه لانها كانت للاسف كانت في بعض الاحيان بتخرج او كثير من الاحيان كانت بتخرج عن الاطار الرياضي. صحيح. المره دي لا مختلفه، حتى هنقول بقى بطوله وديه او حتى الاثنين متاهلين او النتيجه تعادل، ومع ذلك الاجواء الجماهيريه رائعه جدا، الاعلام تناول الاعلامي سواء في مصر او في الجزائر اكثر من رائع، حتى المستوى اللعيبه نفسهم. صحيح. كل شفنا محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي ومنتخب مصر لما عمل تويتر بيتمنى فيها الشفاء لبغداد بنجاح، الحاجات دي بتبقى فيها بتكسر الحاجز النفسي لدى اللعيبه، لان احنا دايما عندنا ده كان مهم جدا يا كابتن قبل المباراه الفاصله في كاس العالم، انه وارد جدا تيجي معانا الجزائر او منتخب او تونس او المغرب. مزبوط. وارد جدا احنا بنسبه 60% معانا منتخب عربي، يعني لا نتمنى ذلك مش عشان خايفين من حد، عشان بتبقى فرصه ان الاربعه يتاهلوا، يعني انا عن نفسي اتمنى نيجيريا مثلا او السنغال على الاقل، لكن ان حصل ما فيش اي مشاكل اهلا بتونس او بالمغرب او بالجزائر، فكان مهم جدا ان انت تقابلهم لان دي بيكسر الحاجز النفسي. أيوة. ما بيعملش اللي هي المشاكل النفسيه والضغوط والتوتر والحاجات اللي بتحصل دي، يمكن اكثرهم شويه الجزائر، عشان كده انا سعيد بهذه المواجهه. كنت اتمنى نقابل المغرب بالمناسبه، بس مش مشكله ان شاء الله نقابلها في النهائي، عندنا مقابله ان شاء الله اذا فزنا على الاردن نقدر نكسب ان شاء الله وتونس كسبت ان شاء الله نقدر نقابل تونس، فيبقى قابلت الثلاثه. في الشكل اللي ظهر بيه كيروش لا كويس، مجمل الثلاث مباريات مع وجود ايجابيات كتيره جدا اتكلمت على بعضها في الانترو. ايجابيات انك تقريبا كل اللعيبه اللي معاك شاركت في البطوله. صحيح. ما عدا يمكن حراسه المرمى. صحيح. شايف البلان بتاع كروش، هل الهدف منه الحصول على البطوله؟ هل الهدف منه ان هو بيحاول يجهز عدد كبير من اللعيبه لما هو اقوى على مستوى طبعا البطوله افريقيا وعلى مستوى التاهل لكاس العالم؟ هي البطوله كلها مكاسب يا كابتن، رقم واحد هي اعداد جيد لكاس الامم الافريقيه اللي بعد شهر من الان، يعني دي اقرب حاجه ليك، وبعد كاس الامم على طول انت عندك مباراتي الفصل اللي هم اهم حاجه في حياتنا الفتره دي لكاس العالم، انت عندك البطوله دي والماتشين دول اهم حاجه عندك، فانت النهارده بطوله كاس العرب بتدي لك اعداد جيد. انت ما معكش مثلا ما معكش صلاح، ما معكش النني، ما معكش مصطفى محمد، ما معكش مرموش، ما معكش لعيبه بيراميدز مثلا، لكن انت على الاقل بتقدر تجرب عدد كبير جدا من اللعيبه. كان في وجهه نظري لما جه كروش في الوقت الحرج اللي هو قبل الجوله الثالثه للتصفيات المؤهله للمونديال اللي هي المرحله الثانيه، يعني قبل ماتش ليبيا، كان عندنا حاجه يعني
كنت قلقان عليها جدا، قلقان منها جدا، اللي هي الانسجام. اللعبة دي كويسه وكل حاجه، بس ما لعبوش مع ماتش مع بعض كتير، فكانت دي فرصه كويسه جدا، واتمنى انه يوصل لابعد ما يكون. مش قصدي يكسب البطوله، ولكن عشان يبقى اكبر عدد من المباريات اللعيبه بتلعب مع بعض. صحيح. اكتر اكتر اكتر. مش شفنا مثلا واحد زي مصطفى فتحي زاد من المباراه الاخرى، اكرم توفيق، اسامه فيصل، حسام فيصل، الشباب الصغيرين دول خدوا فرصه دوليه. ده حمدي فتحي اكتشاف، طبعا هو لاعب رائع، ولكن اكتشاف اكتر بياكد ده. صحيح. ملك التاكلينج في العالم تقريبا، يعني حاجه بسم الله ما شاء الله. كل ده بيدي ثقه اكبر للاعيبه، وبيدي ثقه، بيدي حلول للمدير الفني، ان هو البطوله دي ليست رقم واحد، ولكنها اعداد لما هو مهم، اللي هي كاس امم افريقيا، والاهم اللي هو التاهل للمونديال. فهي طبعا كلها مكاسب. كمان خلي بالك برضه يا محسن، بتبقى رسائل، يعني رسائل مهمه كمان جدا لمنافسيك القادمين. بالظبط. يعني لو بنتكلم على منتخب المغرب، الجزائر، بالزبط. تونس، السنغال، نيجيريا، لما كمان بيبصوا على هذا المستوى، مصر عندها كمان قاعده من الاختيارات كبيره جدا من لعيبه مميزه. صحيح. ده من الجانب النفسي يعني بلس، يعني ده حاجه ايجابيه وحاجه تضاف طبعا للمنتخب. صحيح. المصري. صحيح. يمكن يعني كنت قاري حتى في تعريف الصحافه الجزائريه كانوا بيتكلموا ويقولوا ان منتخب الجزائر في طريق مفتوح للفوز، قصدي للتاهل للمونديال، ولكن عنده عقبه في منتخبات التصنيف الثاني فيما لو واجه مصر او الكاميرون. هو اعتبر ان دي عقبه، لان دول اقوى منتخبين في وجهه نظر طبعا الاخوه الجزائريين، ان هو طبعا اكيد ما يتمناش يقابله، عشان مش عايز، يعني عايز يكون اسهل، ولما لا مالي مثلا ولا بقيه المنتخبات اللي هي الاقل شويه المستوى الثاني. بالظبط. مالي او كونغو مثلا. فهو كان حابب ده، فده بسببه انت بتزيد اكتر، لان منتخب مصر حتى وان كان في التصنيف الثاني فهو بيزيد مع الوقت، منتخب ليها ثقله. النهارده انت شايف، انا قاري كل الصحف الاردنيه النهارده تقريبا كلها بتتكلم، ولما لا نحقق المفاجاه. هاجي لك محسن ونتكلم شويه كمان عن مباراه مصر الاردن، اللي في اعتقادي الشخصي يمكن هتبقى مباراه صعبه على المستوى الفني وعلى مستوى كمان الاداء، لان المنتخب الاردني اثبت من خلال، مش هقول من تجربه الكاس كاس العرب، لكن من خلال التجربه قام بيها الكابتن الله يرحمه الكابتن محمود الجوهري من سنين طويله، وهم مستمرين على هذا الخطه. لكن تعال انا وانت نشوف نتائج الجوله الاخيره من طبعا الدور الاول او دور المجموعات من كاس العرب، ونعرف مين اللي وصل. وطبعا الطريق معروف، طريقنا ان شاء الله باذن الله طريق معروف، لكن نشوف نتائج الجوله معانا. طبعا دي مباريات دور الثمانية، ده طبعا المباريات اللي جاية، مباريات دور الثمانية. تونس طبعا هتقابل طبعا سلطنة عمان إن شاء الله يوم الجمعة الساعة 5، قطر هتقابل الإمارات الساعة 9 في نفس اليوم، يوم السبت إن شاء الله مصر هتقابل الأردن الساعة 5، والمغرب والجزائر الساعة 9 إن شاء الله. يعني زي ما أنت بتقول المباريات كلها قوية، يعني المتعة مضمونة يا كابتن في الأربع مباريات. يعني هقول لحضرتك ليه. قول لي. يعني مثلا تونس وعمان مثلا. تونس وعمان، تونس كان عندها تجربه في البطوله دي، انها لم تحترم الخصم اللي هو كان منتخب سوريا في الجوله الثانيه، فخسرت منه وكادت يعني ان يكلفها الخروج من البطوله، لكنها تداركت نفسها ولحت نفسها بالفوز على الامارات في المباراه الثالثه. صحيح. وتاهلت، في الحين ان سوريا كانت ما زالت تحتفل بالفوز على تونس فخسرت من موريتانيا. صحيح. لم تحترم المنافس، ادي حاجه. الحاجه الثانيه، منتخب عمان منتخب انا في وجهه نظري ده يعني مش كتير بيتابعه، ولكن هو انا شايف ان هو برازيل الخليج، يعني دايما في كاس الخليج بيبقى ليه طعم خاص. اللاعب الخليجي ينقصه للاسف الاحتراف الاوروبي، لولا الانغلاق على انفسهم كان يبقى لهم شان اخر. يمكن الوحيد كان علي الحبس اللي كان محترف بره، لكن دايما لعيبه بيحس ان هو برازيل الخليجي. يمكن كمان اخرج في المباراه الجوله الثالثه، اخرج البحرين، وما ادراك ما البحرين، هو بطل كاس الخليج النسخه الاخيره. فعشان كده المباراه ليست بالسهله تماما ما بين فريق عرب اسيا وفريق عرب افريقيا. المباراه الثانيه قطر الامارات، دي ده ديربي خليجي، ديربي خليجي ومن حوالي سنتين بالظبط كان في مباراه رسميه بين الاثنين، دور نصف النهائي لبطوله كاس اسيا على ارض الامارات، وفاز المنتخب القطري برباعيه نظيفه ما زالت عالقه في الاذهان. ويومها حتى المنتخب القطري اكمل البطوله وفاز في النهائي على اليابان وخد اللقب كاس اسيا. الاخوه في الامارات لم ينسوا هذه المباراه، اكيد في نوع من الصقر طبعا، الصقر القروي ولا شيء اخر، لكن هي مباراه ديربي قوي جدا جدا جدا. وحتى وان كان المنتخب القطري بيتفوق بعنصري الارض والجمهور والنقاط، لان هو والمنتخب المغرب هما الاثنين الوحيدين اللي حاصلين على 9 نقاط من 9 نقاط، هتبقى مباراه تميل طبعا كفتها قليلا. هنتكلم على دور الثمانيه بالتفصيل، وخاصه اكيد هنقف على مباراه مصر والاردن. لان كمان
يعني خلينا نتكلم ان المنتخب الاردني منتخب ادى بشكل اكتر من رائع. وان نغمه ان احنا دايما لا بلاش نروح للمغرب نروح للفريق ده، خلي بالك ده سلاح ذو حدين. اولا على مستوى تاهيل واستعداد اللعيبه للمباراه. على الجانب الاخر لو شفت منتخب الاردن ممكن جدا يعلي من معنوياتهم، هم كانوا يعني عايزين يقابلونا عشان فاكرين ان الدنيا سهله. وبالتالي بيكون ممكن المدير الفني بيشتغل نفسيا مع اللعيبه في الجزئيه دي. في حته تانية يا كابتن في هذه الجزئيه، اولا منتخب الاردن احنا لسنا عندنا مثال في البطوله سوريا، تونس تحديدا مع سوريا، تونس كسبان اول ماتش 5 وبعدين جت على قدام سوريا تهاونت تماما فخسرت بهدفين، سوريا نفسها استهانت بموريتانيا عفوا يعني فخسرت ب2-1 وخرجت من البطوله. ان انت عدم احترام المنافس ده بيضيعك كمان. صحيح. منتخب الاردن ما عندوش ما يبكي عليه، لو خسر من منتخب مصر التاريخ في سلام. بس خلينا نشوف كمان كده الاربع مجموعات المتاهل والتاني من خلال الاربع مجموعات هنشوفهم مع حضراتكم كمان عشان نشوف كمان مين اقوى الفرق الموجوده على مستوى الارقام. طبعا المجموعه الاولى طبعا قطر بالعلامه الكامله 3 مباريات 9 نقاط، يليها المنتخب العماني ب4 نقاط، العراق واعتقادي برضو محسن العراق كانت مفاجاه لان العراق من الفرق القويه جدا على مستوى اسيا لكن لم تستطيع طبعا الوصول طبعا خساره مفاجاه في المباراه الاخيره قدام قطر بثلاثيه نظيفه. يمكن الثلاثيه كانت صعبه كل كان الطريق مفتوح ان العراق تقدر تعمل حاجه وترجع في البطوله وتنافس، لكن زي ما بيقول حتى معلق المباراه قال كلمه ظريفه قال قطر استنتهم كتير قوي في الاخر، طب انتم ما عملتوش حاجه طب يلا. صحيح. فخدوا الثلاثيه نظيفه. طبعا المنتخب البحريني في المركز الاخير بنقطتين. نروح للمجموعه الثانيه، ترتيب تونس في الصدارة ب6 نقاط نفس عدد النقاط مع المنتخب الإماراتي ب6 نقاط، سوريا في المركز الثالث ب3 نقاط، موريتانيا في المركز الرابع ب3 نقاط. المجموعة الثالثة المغرب بالعلامة الكاملة، الأردن ب6 نقاط في المركز الثاني، السعودية وفلسطين في المركز الثالث والرابع وكل منهما نقطة واحدة. المجموعة الرابعة مجموعة مصر، طبعا تتصدر مصر بأول مرة في التاريخ تتصدر أو يكون هو الفير بلاي هو العامل الرئيسي في تحديد المركز الأول. مصر طبعا بالفير بلاي وبأدائها أمام المنتخب الجزائري استطاعت أنها تحصل على الصدارة على حساب المنتخب الجزائري بفرق، مش بقى فرق الأهداف ولا فرق النقاط لكن فرق الإنذارات. مصر في المركز الأول، الجزائر في المركز الثاني نفس عدد النقاط 7 نقاط، لبنان في المركز الثالث ب3 نقاط، والسودان في المركز الأخير بعدد 0 من النقاط وهزيمة ب3 مباريات. تعالى نتكلم بقى على مباراة مصر والأردن. على مستوى خلينا نتكلم على مستوى دايما كروش بيفاجئنا ببعض بدايات المباراة والتشكيل. هل تعتقد طبعا احنا عارفين غياب طبعا خلاص غياب ايمن اشرف اعتقد احمد حجازي واكرم توفيق، مين اللعيبه اللي من وجهه نظرك ممكن تكون بديله لهؤلاء اللاعبين؟ خلينا نتفق بس ان المره دي ما فيهاش تجريب قوي زي ال3 مباريات اللي قبل كده لان ال3 مباريات دول في دور المجموعات. صحيح. فبالتالي عنده اريحيه يتعادل ويخسر يعني في حسابات مختلفة. عنده فرصه، لكن الحسابات المره دي طبعا مختلفه ان هو خلاص مباراه خلاص الموضوع منتهي لابد من فائز يعني والخاسر بره حتى لو كان بضربات الجزاء حتى لو كان بالانذارات حتى، فهتلاقي نفسه هو مش هيدي نفسه الفرصه دي فبالتالي هيبدا من البدايه اتوقع ذلك يعني انه يبدا من البدايه كده ضاغط بلاعبته. اعتقد التشكيل مش هيختلف كتير عن المره اللي فاتت الا يعني طبعا الثلاثه اللي اجبر ان هو خلاص مش هيبقى موجودين. ممكن يعدي قفشه هيرجع اكيد يعني قفشه اعتقد جاهز خلاص ممكن يبقى ليه مكان في مهم جدا دور قفشه في المنتخب اعتقد طبعًا. رغم يمكن اختلاف طريقه اللعب 4-3-3 لكن حتى في المباريات اللي بيشارك فيها قفشه بنظام 4-3-3 بيكون ليه دور مؤثر جدا. صحيح. الاستحواذ في نقل الكوره من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه كمان حاله الانسجام مع بين اللعيبه من المباراه الاخرى يعني انت بتشوف النهارده حمدي فتحي بيزيد يوم عن يوم ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. السولية هو اوريدي زايد ولكن بيزيد يوم عن يوم بسم الله ما شاء الله كذلك يعني ان شاء الله قفشه غاب بس وهيرجع ان شاء الله باذن الله على مباراه بعد بكره ان شاء الله. حتى مثلا تلاقي واحد زي مصطفى فتحي لاعب رائع جدا بيكسب مع الوقت مع يعني ايه اللعيبه دي انا كنت سعيد جدا انها بتلعب مباراه قويه زي مباراه الجزائر عشان ياخدوا يعني يتخلصوا من حساسيات المباراه دي اللي بيسمعوا عنها الضغوط اللي
بتبقى بيسمعها فهو بيلعب عادي وهو يعني ايه بلاش شغل الاعلام دايما بيهول شويه والمواجهات عشان كده انا خايف من الناس ان هي ترتاح شويه او تركن لحته التاريخ ان 5-4 انتصارات لمصر على الاردن والاردن انتصار وحيد وتعادل وحيد فبالتالي احنا في طريق مفتوح دلوقتي لا لا خلاص انا هقول لحضرتك من حوالي 4 سنين كان في بطوله 2017 كان في بطوله الانديه العربيه هنا في القاهره وكان الاهلي بيشارك بالصف الثاني والفيصلي كان جاي الاردني ومع ذلك فاز مثلا على الاهلي ساعتها مع انه كل الناس كانت بتتكلم وان الاهلي منقوص من لعيبته الاساسيين نفس الكلام بيحصل النهارده في الصحافه الاردنيه بيقول لك المنتخب المصري مش بلاعيبته الاساسيين يغيب صلاح يغيب النني ومع ذلك قادرون على تحقيق المفاجاه من النقطه دي هي اللي بتخوفني بصراحه على المنتخب اتمنى ان هم ما يركنوش ابدا او ما يمشوش ورا الكلام ده يلعب مباراه جد جدا المنتخب الاردني هيلعب مباراه مش هقول مفتوحه ولكن ما عندوش حاجه يبكي عليها لو خسر لن يلومه احد انت خسرت قدام عملاق افريقيا شيء تام ابدا المنتخب على فكره منتخب قوي جدا يعني منتخب قوي الاخيره كسب بخماسيه عنده روح عاليه جدا وزي ما بقول لك يمكن كان البلاننج والخطه اللي الله يرحمه الكابتن محمود الجوهري كان ليه اثر ايجابي كبير جدا جدا على الكره الاردنيه وكابتن حسام الشخصي ده امتداد لما خططه الكابتن محمود الجوهري يعني. بالظبط واللي اكمله بعد كده بالمناسبه الكابتن حسام حسن لما بالزبط. وصل معاهم يمكن المرحله الاخيره لتصفيات كاس العالم لولا خسر طبعا قدام اورجواي وما ادراك ما اورجواي بخمسيه نظيفه في الاردن مع انه حقق نتيجه ايجابيه بس كانت المباراه الثانيه اعتقد 0-0 او 1-1 في 1-1 بس كان المباراه خلاص بقى الموضوع انتهى 5-0 كان الموضوع انتهى يعني لكن كانوا وصلوا شويه يمكن حتى كانوا يعني كانوا سعداء بان هم قالوا لا دي حاجه مشرفه ان انت وصلت النهارده لحاجه زي كده وكان على اخر مباراه كان التاهل لكاس العالم اكيد كابتن محمود الجوهري رحمه الله عليه وكابتن حسام حسن ربنا يديه الصحه كان لهم تاثير في ده فهم قريبين شويه من الكره المصريه الكره المصريه هم عينهم عليها انت بالعكس انت عينك مش على الكره الاردنيه خالص بكل امانه اتمنى ان كروش هو راجل بيدرس كويس جدا يعني بيعرف يدرس الفرق يكون درسهم على الاقل في الثلاث ماتشات الاخرين ويقدر بكره ما يديش فرصه قصدي بعد بكره ما يديش فرصه للمنتخب الاردني لان اي دقيقه بتعدي في صالح المنتخب الاردني اللي بيكسب ثقه وبيكسب ارضيه صحيح. لان النتيجه كده في صالحه زي ما انتوا حضراتكم ما عندوش حاجه يخسر يبكي عليها لو خسر ما حدش هيلومه لكن انت اللي هتلام فيما لو خسرت حتى لو خسرت بالقرعه حتى مش هقول لك هيتقال لك انت كنت فين طول الماتش صحيح. فهو بنفس القصه يعني اعتقد المنتخب عنده حماس انه يقدر يكمل انا واحد من الناس مش هدف البطوله قد ما هدفي ان هم يلعبوا اكبر كم من المباريات يعني انا تمنيت زي ما قلت لحضرتك تمنيت ان احنا نقابل الجزائر تاني يعني حتى لو نخسر من مش نخسر مباراه نخسر بالكروت كده زي ما حصل من الجزائر ونقابل المغرب لكن ملحوقه نقابلها في النهائي ان شاء الله ونقابل في قبل النهائي تونس يبقى انت خدت الثلاثه الكبار ده 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 كلام محترم جدا على مستوى لان بطوله بطوله اكيد مصر محتاجه انها تاخد هذه البطوله لكن على مستوى كمان التحضير لما هو اهم الاهم لازم نقابل فرق قويه لازم نتقابل مع المغرب ان شاء الله في المباراه قبل النهائي لازم ممكن جدا نتقابل تاني مع المنتخب الجزائري فكل ديت كل دي اختبارات قويه جدا ومباريات قويه نقدر من خلالها نبني ونرجع تاني شخصيه المنتخب المصري لعهد 2006 و8 و10 وما قبلهم فان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا لسه عندنا كلام كتير عن منتخب مصر لكن بعد الفاصل اهلا بحضراتكم مره تانية لسه مع حضراتكم في مع منتخبنا القومي في كاس العرب في قطر وطبعا محسن كنا بنتكلم على مباراه الاردن امام المنتخب المصري انت اتكلمت في نقطه مهمه جدا المنتخب الاردني على حتى نتكلم على المستوى المعنوي اعتقد معلوش نفس الضغوط ونفس البريشر اللي على لعيبه المنتخب المصري وبالتالي الامور فيها خطوره كبيره على المنتخب المصري مفيش شك يعني طبعا بالاضافه لكده يا كابتن هاني كان يعني في حاجه اتمنى طبعا المنتخب الاردني ما يستغلهاش هي بالمناسبه المنتخب الاردني والمنتخب المغربي بتصبوا في صالحهم ان المنتخبي مصر والجزائر في مباراتهم مع بعض اول امبارح استنزفوا كتير يعني استنزفوا ذهنيا كانت مباراه سريعه بدنيا لا كمان الضغوط بتعمل يعني ايه هتقول لي مثلا منتخب الجزائر بان عليه اكتر في الشوط الثاني ما جاش الشوط الثاني يعني حتى كنت لو كان استمر منتخب الجزائر بنفس الاداء الشوط الثاني زي الشوط الاولاني كان ممكن كسب 2-0 مثلا لكن هو وضع عليه الضغط الذهني او الضغوط اللي حصلت له اثرت عليه هنقول منتخب مصر زاد في الشوط الثاني ما هو ده برده اثر عليه انه ذهنيا لعب اكتر 90 دقيقه بنفس المستوى او زاد مع الوقت فده برضو الضغوط دي فكت يعني اللعيبه بعد المباراه حضرتك طبعا تتكلم اكتر مني في الجزئيه دي حضرتك لاعب كوره لا طبيعي طبيعي بيبقى الضغط العصبي والضغط البدني بيأثر بشكل كبير لكن ان شاء الله يعني ان شاء الله ما يستغلهاش يعني بالظبط عندنا طبعا فريق الاعداد محضر لنا مشوار المنتخب المصري والمنتخب الاردني في كاس
العرب. طبعا ثلاث مباريات، المنتخب المصري انهى دور المجموعات في المركز الاول، الاردن في المركز الثاني في مجموعتها اللي كانت طبعا مجموعه كمان قويه، كان فيها منتخب المغربي والمنتخب السعودي. منتخب مغربي بس، لكن السعودي السعودي بالصف الثاني، الفلسطيني يعني كتر خيره. مظبوط. طبعا الاثنين حققوا فوزين، المنتخب المصري حقق فوزين، كذلك المنتخب الاردني. منتخب مصر بلا هزيمه، المنتخب الاردن بهزيمه واحده امام منتخب المغرب. صحيح. التعادل كان مره واحده للمنتخب المصري، والاردن ما تعادلتش. 7 نقاط لمصر، 6 نقاط للاردن. طبعا له من الاهداف 7، المنتخب الاردني ليه 5، المنتخب المصري عليه هدف واحد، المنتخب الاردني عليه 5 اهداف. خلينا نتكلم بعض يعني في بعض الاحيان او احيان كثيره الارقام ما بتدلش بالظبط بشكل كبير على قوه المنتخب، يعني المستطيل على ارض الملعب او المستطيل الاخضر كل ده ملوش اي اعتبار، ومين اقوى من مين ملوش اي علاقه خالص. لا تزال اي فرصه لو البرازيل حتى بتلعب مين في النهايه 50-50، لان في كرتك على ارض الملعب في النهايه هم 11 ضد 11، الفوارق بقى بتحصل ما بين اللعيبه طبعا، او ظروف كل مباراه، زي مثلا منتخب مصر يحسب بالمناسبه لكروش انه بيفقد في اول نص ساعه 2 لعيبه، وقبل المباراه كان عنده قفشه، فده بتبقى ظروف مباراه، طرد مثلا لا قدر الله من هنا ومن هنا. لكن على في النهايه هي 50-50، عشان كده يعني كل المعطيات بتقول منتخب مصر في طريق مفتوح للفوز، لكن على ارض الواقع اتمنى ان احنا ما نتغرش بهذه الجزئيه ونلعب مباراة قوية جدا من البداية، لأن أي دقيقة بتعدي بتبقى في صالح المنتخب الأردني اللي هو جاي يلعب مباراة بكل أمانة للمتعة، ما عندوش أي حاجة إلا بقى لو إن شاء الله بإذن الله ربنا يكرم منتخبنا كده في البداية ويسجل جون ولا اتنين في أول ربع ساعة، فهتلاقي العملية ممكن تفتح معاك، فبالتالي هو يبتدي بقى يحافظ على كده. على فكرة كمان من الأرقام اللي وقفتني شوية عن مباراة المنتخب الأردني أمام فلسطين، تخيل نسبة الاستحواذ كام؟ 50-50. يعني فريق كسبان 5، دي ليها دلاله بالنسبه للمدير الفني. نسبه الاستحواذ في المباراه ديت كان 50-50، وعدد الكورنرز على فكره الكورنرز اللي كان على يعني على المنتخب الاردني 9. يعني المنتخب الفلسطيني جاب 9 كورنر وعليه 2 كورنر بس، وبالتالي اللي بيسمع 5-1 يقول ان المباراه لا استحواذ كامل من طرف واحد. تاخد من ده ايه؟ ان هل المنتخب الاردني ما عندوش سياسه الاستحواذ، وبالتالي ممكن جدا يدي الاستحواذ للمنتخب المصري، وممكن جدا في حاله الكاونتر اتاك كور ثابته ممكن يستغلها، لان ولكن ليس منتخب فلسطين، ليس منتخب مصر زي منتخب فلسطين. طبيعي. يعني هذه النقطه، هو زي ما تقول ايه المعطيات دي بتقول لحضرتك ان هو خطف اجوان سهله جدا، دفاع الى حد ما على قد حاله في المنتخب الفلسطيني طبعا يشكر في ظل الظروف الصعبه اللي بيعانوها في ان هم حتى يروحوا يسافروا لحد قطر، اكيد في على المعابر حاجات يعني صحيح. مش وقت بقى نتكلم عنها، فكل الحاجات دي بتاثر عليهم، فعشان كده هم لهم كل الشكر ولهم كل التحيه، بس واضح ان هم ايه متاثرين بكده، فعشان كده كان بسهوله خالص النتيجه دي جت بسهوله، يعني المهاجمين بيسجلوا بسهوله، الدنيا بسهوله، وخلاص مش فارقه كتير بقى الاستحواذ من الكلام ده كله. لكن ليس منتخب مصر كمثل منتخب فلسطين، اكيد هو مش هيقدر يعمل ده، هيحاول يتكتل دفاعيا. انا ما يخوفني اكتر من المنتخب الاردني مدربه مع عدنان حمد، بصراحه مدرب رائع جدا، خبير بيعرف يقرا المباريات كويس، راجل حتى متوازن في كلامه، ده انا بخشى بس يعني الغرور او سهوله المباراه اعلاميا على الورق يتسلل الى لاعبي منتخب مصر ويكروش. اتمنى ان شاء الله يعني ينهوا الامور مبكرا باذن الله. طبعا على مستوى اللي بنتكلم على الاداره الفنيه ما فيش شك بيكون اداره ليها دور كبير، لكن كمان على مستوى اللاعبين وده اللي موجود على ارض الملعب كمان بيكون ليهم دور كبير جدا جدا. معانا اللاعبين الافضل في منتخب الوطني على مدار البطوله طبعا من خلال الارقام، صناعه الفرص، اكتر لاعبين صنعوا فرص هو قفشه وعمرو السوليه، كل منهما 5 فرص او صناعه للفرص. التمريرات الصحيحه احمد فتوح ب 173 تمريره بنسبه 86%، التمريرات البينيه قفشه عنده 5، التصويبات على المرمى وده مهم جدا، حسين فيصل كمان من اللعيبه المميزه اللي ظهر بشكل اكتر من رائع في الاداء الهجومي والدفاعي، وكمان على مستوى التصويبات هو افضل لعيب المنتخب ب6 تصويبات منهم 4 ما بين القائم والعارضه، ودي نسبه هايله بنسبه طبعا. تقريبا بتتكلم في 80%، فده نسبه عاليه جدا جدا. العرضيات بنتكلم على احمد رفعت، بص محسن هاخد من الارقام دي وابدا اتكلم معاك في يعني حتى سيناريو المباراه اللي جايه. احمد رفعت افضل لاعب في العرضيات ب10 عرضيات، الدريبلينج او المراوغه الصحيحه مصطفى فتحي 16، عمل منهم 9 بشكل سليم، استخلاص الكره ده طبعا من نواحي الدفاعيه،
محمود حمدي الونش طبعا ب 26 استخلاص للكره للالتحامات الهوائيه. الونش فاز ب 18 من اصل 20 كره هوائيه، ده رقم كبير جدا جدا. طبعا الونش بيقدم مباريات قويه جدا ومدافع على مستوى عالمي بصراحه. وقطع التمريرات عمرو السوليه ب 20 طبعا مره قطع تمريرات بشكل سليم. عايز اخد من دوت واكلمك على دور قفشه. دور قفشه كصانع للالعاب واكتر واحد في المنتخب برغم ان هو ما شاركش في الثلاث مباريات، لكن النهارده قالوا ان هو الحمد لله بقى جاهز ان شاء الله لمباراه الاردن. تاثيره على المنتخب في مباراه الاردن بالذات اكيد طبعا تاثيره مهم جدا، حتى مش بس صناعه الفرص يعني، حتى التمريرات البينيه كمان هو اكتر لاعب في منتخب مصر عامل ده. هو كمان في تجانس كبير جدا ما بينه مثلا زي محمد شريف بحكم لعبهم في النادي الاهلي فترات طويله، في تفاهم كده ايه زي ما تقولوا هم بما انك قلت محمد شريف عايز اعرف برضو رايك، هل فعلا زي ما الناس كلها بتقول هل هو وجود محمد شريف على الطرف الشمال في وجهتين نظر؟ وجهه النظر الاولى ان ممكن جدا يكون كيروش عنده قناعه ان هو يكون راس حربه، هو المركز الافضل ليه راس حربه، تمام، فبالتالي ممكن يشوفه او بيجربه في مركز الجناح الشمال. هل ده انت شايف شريف يعني بيقدم مستوى كويس؟ طبعا شريف بيقدم مستوى كويس جدا، وكويس ان المدرب، لان هو المدرب كيروش تحديدا كان ليه يعني موقف معاه ان هو اول ما جاء استبعده في ماتشين ليبيا، فهو بس هو طبعا الراجل كان بيدي رسائل كده لكبار الكره في مصر الاهلي والزمالك، فراح مخوف الاثنين يعني نقدر نقول كده، ذبح القطه للاهلي والزمالك من اولها، راح مستبعد من هنا شريف وقفشه، وراح مستبعد من الزمالك طارق حامد وجيزو يعني هو ايه حد شجع احسن من حد، وانا صاحب القرار ومهما كان اسم اللاعب انا ما عنديش عزيز في المنتخب. فتحديدا شريف وطبعا رجع تاني معاه في القايمه، واكيد لاعب لا غنى عنه، كل اللعيبه دي كلها لا غنى عنها، لكن هو بدا يجرب يعني كويس جدا. ان البطوله كلها مكاسب، ليه بقول كلها مكاسب؟ مش بس يعني ايه شريف في مكان اخر، بيقفشه بيعزز مركزه كلاعب اساسي في منتخب مصر اللي هو كان استبعده في اول ما جه. كمان اللعيبه الثانيه اللي هو حسام فيصل، محمود حمد الونش، احمد فتوح، كل اللعيبه بصراحه انا مش عايز انسى حد، احمد رفعت، كل اللعيبه دي اكتشافات يعني. حتى مصطفى فتحي بيزيد يوم مباراه عن مباراه بتلاقيه بيكتسب ثقه، بياخد الكره وبيرقص وبيعمل، يمكن حتى كان في ماتش الجزائر هتلاحظ ان اميز لاعب كان عندهم اللي هو اللاعب اللي بيلعب في قطر في الريان القطري، مش متذكر اسمه، كان هو لاعب جوكر في المنتخب الجزائري، يمكن كان المواجه المرادف ليه عندنا في مصر كان مصطفى فتحي، بصراحه كان بيحاول يعمل ده. هو طبعا زي ما انت بتقول يعني كل الناس بتتكلم ان ياسين ابراهيم عفوا يعني هو وارد جدا يكون مثلا بيجرب محمد شريف طرف شمال، واضح انه مش كوب مع الموضوع، مش هي دي امكانياته بالظبط. فاعتقادي الشخصي ان دخول محمد شريف كراس حربه في مباراه الاردن مهم جدا بالظبط. برضو من الارقام اللي جات لنا، هو دايما باخد من الارقام طرف شمال او جناح شمال، احمد رفعت قدم مباراه رائعه وهدف عالمي طبعا. هل وكنا متوقعين انه ياخد فرصه المباراه اللي فاتت امام المنتخب الجزائري، لكن هل كمان كان كروش يعني عامل اوراقه ان احمد رفعت يكون ورقة بالزبط اساسيه في مباراه الاردن؟ بالظبط، لان هو كده كده صعد خلاص مباراه الجزائر، ما مش هقول تحصيل حصل، ما ليس الا بس للترتيب الاول والثاني مش اكتر من كده، ومباراه لها ضغوط اكيد والجهاز الفني وصلوا له يعني حساسيه المباراه العاليه جدا، فبالتالي خلاص ابقى على بعض اللعيبه اللي كان من حسن حظه مثلا واحد زي قفشه اوريدي كان مصاب، فبالتالي يتعافى لمباراه الاردن، واحد زي فتوح، واحد زي احمد رفعت عفوا، يعني اللعيبه اللي هو دي تبقى مكاسب اكبر انها خرجت من الضغوط بتاعت او الاستنزاف الزين تحديدا في مباراه الجزائر، بالاضافه طبعا لبقيه اللعيبه اللي اكيد طبعا عندها خبرات فتقدر تتغلب على ده. هو بيجرب دي ده احد المكاسب برضو يا كابتن، ان هو صحيح بيقدر بيجرب. ما هو كنت لسه بقول لحضرتك من شويه ان منتخبي الجزائر والمغرب هم موجودين بفريق ثاني غير الفريق الاولاني، ولكن من يحكم هو المدير الفني الاولاني الفريق المنتخب طبعا. يعني جمال بالماضي على اتصال دائم بمجيد بكره بيجرب ده لاعب يعني مش بيدوا له اوامر، لكن في النهايه مصلحه المنتخب الاول. خلي بالك العلاقه ما بين ودايما العلاقه ما بين المدير الفني للمنتخب الاول والمدير الفني للبي تيم او حتى للمنتخب الاولمبي علاقه
مرتبطه جدا ان انت لازم. هم فريق واحد يعني. اه بالظبط يعني انت جرب لي كذا اعمل لي كذا عشان بالزبط. انا عندي هنا ما هو انت هو الفوز بالبطوله شيء رائع لكن مش ده الهدف الرئيسي للكل عشان يكون بامانه وتحديدا الكبار المغرب تونس الجزائر مصر قطر على بطوله افريقيا اه بالظبط فبالتالي تجربه فرصه يعني فرصه رائعه جدا انا واحد من الناس كنت اتمنى يبقى فيها مباريات اكتر من كده نغلب نتغلب مش مهم صحيح. يعني مش مهم ده عندي المهم عندي التجربه الاكبر انه يجرب اكبر عدد من اللعيبه عشان كده زي ما بيحصل في منتخبي المغرب والجزائر اللي هم يعتبر من اقوى الفرق في الاقوى المنتخبات في البطوله برضو بيحصل عندنا وان كان هو الجهاز الفني واحد فبالتالي بقى مش محتاج يتواصل مع حد هو بيجرب بنفسه يجرب شريف في الناحيه الشمال طيب بالنسبه للتشكيل تتوقع مين يوم السبت يعني خلينا نتكلم دايما كروش بيفاجئنا بتشكيلات معينه وتغيير في البوزيشن لكن غياب طبعا حجاز غياب ايمن اشرف اكرم توفيق صحيح. خلاص بيدي على الاقل ملامح 70% من التشكيله قول لي كده يعني الشناوي اكيد او السيناريو المتوقع الشناوي هنتكلم الشناوي طبعا حراسه المرمى الونش يعني مش متذكر قوي كابتن احمد ياسين احمد ياسين طبعا ابو المدى احد اكتشافات البطوله صحيح. بالمناسبه يعني ده اكتشاف جديد ليحسب لكروش لكن احمد ياسين الونش في عمر كمال عبد الواحد عمر كمال في وفتوح ناحيه الشمال مين فتوح احمد فتوح بالظبط كده ممكن في النص ممكن يبقى اكيد السوليه طبعا حمدي فتحي حمدي فتحي ممكن يبقى قدامهم حسين فيصل حسين فيصل لا قفشه ما هو ده السؤال يعني وجهه نظر قفشه طبعا حسين كمان خلي بالك حسين لعب الماتشين اللي فاتوا وعمل مجهود كبير جدا جدا في المباراتين صحيح حتى على المستوى البدني باعتقادي الشخصي وعلى المستوى الفني ممكن يبدا بقفشه يعني لو كان قفشه جاهز بنسبه 100% اكيد قفشه طبعا الخبرات والانسجام مع زماله اكتر شويه من حسين لكن ان غاب قفشه لا سمح الله حتى لو كان على دكه البدلاء اعتقد حسين يعني قادر ان شاء الله يسد الحته دي بحماسه بعلو مستواه من المباراه الاخرى طب ثلاثي الهجوم ناحيه الشمال طرف شمال ممكن شريف بقى تاني شريف هو تفتكر هيبدا مروان تاني كراس حربه مروان لا هيدي له مروان لان انا على فكره ضد الهجوم اللي جاي عليه قوي لان في النهايه دي يعني بيبقى فيها بيلعب يعني هو يعني لعيب مجتهد ولعيب كويس لكن صحيح. في خلال الثلاث مباريات اللي فاتوا كتارجت سترايكر كراس حربه ما اعتقدش ادى مردود انا فاهم جيد فانا انا طبعا يعني. هختلف معاك في ديت انا في يعني انا يعني اتمنى انه يلعب احمد رفعت كطرف شمال ويخش محمد شريف كراس حربه وناحيه اليمين يعني ممكن ده وارد جدا على فكره يا كابتن ممكن يفكر في الحرب وتفكر في ده بنسبه كبيره على فكره ممكن تصل ل 95% مثلا ممكن مصطفى فتحي مثلا يبدا بيه كمان كطرف يمين لازم كمان هيبقى جبهه كويسه قوي يعني بتكلم على جبهات هيبقى عمر كمال عبد الواحد قدامه بالزبط. مصطفى فتحي فتوح قدامه احمد رفعت ده لو بدا بالتشكيله دي واتمنى يعمل ده بالمناسبه يعني مبروك علينا المباراه ان شاء الله من الشوط الاول ان شاء الله كمان. ان شاء الله طيب نيجي سريعا لتوقعاتك لباقي طبعا النوك اوت لمباريات كاس العرب نتكلم على بالظبط تونس طبعا تونس في النهايه كله 50-50 لكن انا بتكلم توقعات. تونس تكسب قطر الامارات انا متوقع غيرك على فكره انا المنتخب العماني منتخب قوي لكن منتخب تونس اسم كبير لكن عشان وارد المفاجآت اتعلم الدرس من سوريا لولا سوريا كنت اقول لك ممكن يخسر طيب. على مستوى قطر الامارات قطر المغرب الجزائر دي المعضله بقى يعني دي مشكله شويه يعني صعب قوي يا كابتن يعني تميل سنة للمغرب بسبب سنة حاجة بسيطة يعني ممكن 55-45 بسبب الاستنزاف الذهني للاعيبة الجزائر قدام مصر دي الأفضلية الوحيدة لمنتخب المغرب على أفضلية منتخب الجزائر إن ده بس طالع من معركة كروية ضد منتخب مصر وتاني كان في مهمة سهلة شوية مصر الأردن إن شاء الله مصر إن شاء الله مصر بإذن الله مصر طبعا على مستوى التوقعات كلنا نتمنى طبعا باذن الله ان مصر تحصل حتى على البطوله ان شاء الله باذن الله والاهم زي ما قلت لحضراتكم في البطوله ديت هي بطوله تحضيريه بنكسب عناصر جديده على المستوى الدولي بنكسب ثقه كمان الجماهير في الجهاز الفني وده مهم جدا كل ده تحضير لما هو اهم ان شاء الله البطوله الافريقيه اللي هي هتبدا بالظبط شهر من النهارده يوم 9 الشهر القادم باذن الله بطوله افريقيه قويه جدا ان شاء الله يكون منتخب المصري اداه وقدود وكمان على مستوى طبعا ان شاء الله الوصول لكاس العالم نروح لفاصل سريع بعد الفاصل هنروح بقى لاوروبا المعركه الاوروبيه الكبيره في الشامبيونز ليج نشوف دوري المجموعات انتهى على ايه من الفرق اللي وصلت يمكن واحنا بنتكلم حضراتكم كان طبعا في مباراه فياريال مع
اتلانتا موجوده وفوز لغايه دلوقتي 1-0 لصالح 2-0 لصالح فيا ريال امام اتلانتا، وبالنتيجه ديت بيصعد طبعا فيا ريال على حساب اتلانتا. لكن عندنا كلام كتير جدا لكن بعد الفاصل. طبعا من خلال المزيكا والاجواء عرفتوا خلاص هنتكلم على طبعا على الشامبيونز ليج الاوروبي، اقوى البطولات على مستوى العالم. محسن خلاص بنسمع المزيكا بقت خلاص يعني بطوله قويه هي المفضله للمحب كره القدم فعلا. الحقيقه يعني بطوله قويه جدا طبعا. كان يمكن يوم الثلاث والاربع اللي فاتوا كان المباريات الاخيره في دور المجموعات. برايك بصفه عامه عن الدور دوت المجموعات يعني كان مباريات قويه جدا، ولو في مفاجآت بالنسبه لك حصلت ممكن تتكلمنا عنها. يعني كان الجوله السته اللي هي الثلاث والاربع كانت جوله الحسم. الحسم ان هو كان تقريبا مش تقريبا كان 11 فريق ضمن التاهل وكان بقى خمسه. سبحان الله كان ثلاث مجموعات كان فيهم يعني باقي مركز مركز مركز، ومجموعه الوحيده اللي هي السبعه كان باقي محدش عارف مين اللي هيصعد لسه. المجموعه كلها كانت متلخبطه، ما حدش عارف الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع. تحدد كل ده في الجوله السادسه. يمكن المباراه الاخيره بتتحدد واحنا قاعدين دلوقتي، مباراه فياريال واتلانتا. فياريال 2-0 على اتلانتا في الشوط الاولاني، اعتقد في طريق مفتوح لان هم يكفيهم التعادل اللي اتقال، وان كان طبعا ما فيش شيء مضمون في كره القدم. انتهت حقبه مهمه من متعه كره القدم في دوري الابطال السنه دي اللي هي دور المجموعات ب 96 مباراه، المباراه رقم 96 بتتلعب دلوقتي، وهنبدا بقى حقبه اهم الدور النوك اوت لما تتعمل قرعه ان شاء الله يوم الاثنين الجاي. في رايي ما فيش مفاجات اذا حطينا في الاعتبار وضع برشلونه السيء اساسا من بدايه الموسم، فبالتالي ما يعتبرش مفاجاه لمتابعي كره القدم. لكن بشكل عام لو قلت قبل كده كانت هتبقى مفاجاه بصراحه كبيره جدا ان برشلونه ياخد. بس طبعا هي يعني في ريكورد سلبي جدا لبرشلونه طبعا من 2001. برشلونه لم يغادر دور المجموعات في الشامبيونز ليج الاوروبي وابطال اوروبا من 20 سنه، من 2001، وكان الخروج طبعا في السنه دي وكان صدمه كبيره. ولكن زي ما انت بتقول اللي شايف برشلونه خلال السنه دي خلال ادائه رغم يمكن الامال الكبيره على تشافي و المنقذ، لكن بانت اول فروق على المستوى الفرق الكبيره يعني. طبعا لان خطا اداره برشلونه لما كان عندهم المنتخب اللي هو من كوكب اخر، قصدي الفريق اللي كان من كوكب اخر ده، ما عملوش حساب الزمن ده او اليوم ده ان في النهايه هذه النجوم هيقفل نجمها او يعني هتختفي زي ما حصل مع ميسي مع تشافي مع انيستا، وفي النهايه بيقول بقى وبقيه الكوكبه، وفي النهايه حتى نيمار لما سابهم وراح باريس سان جيرمان النهارده بقى الفريق ضعيف جدا، ضعيف تماما مع وجود المركز السابع في الليجا. امله في الليجا صعب جدا يعني. تخيل امل برشلونه ان يشارك السنه الجايه في دور ابطال اوروبا متعلق بحاجه واحده بس، انه يفوز باليوروبا ليج. اليوروبا ليج لانه صعب يدخل ده طبعا كمان على مستوى طموحات ما حدش كان يتصور ان اقصى طموحات مشجعي برشلونه هو الحصول على اليوروبا ليج. لكن طبعا دي احوال كره القدم، ويجب على طبعا اداره برشلونه تعمل ثوره كبيره جدا في الفريق من خلال تعاقدات جديده، من خلال يعني اسماء كبيره على مستوى برشلونه. لكن خلينا قبل ما نخش على المجموعات مين اللي وصل، ونتكلم كمان على يمكن القرعه اللي يمكن لسه هتحدد طبعا الدور القادم ومين المنافس النوك اوت والمباريات القويه جدا. تعال نشوف الاحصائيه عن او ارقام عن طبعا دور المجموعات في الشامبيونز ليج. نتكلم على اقوى خط هجوم هو البايرن ميونخ ب 22 هدف. صحيح. اتكلم اقوى خط دفاع ايضا بايرن ميونخ بثلاثه، يعني تم يعني ثلاث اهداف في مرمى البايرن وريال مدريد. اضعف خط هجوم هو طبعا دينامو كييف بهدف واحد، ومالمو طبعا بهدف واحد. اضعف خط دفاع كلوب بروج 20 هدف. الاكثر فوز ليفربول، بايرن ميونخ، اياكس امستردام. طبعا دول بالعلامه الكامله ست مباريات ب 18 نقطه. الاكثر خساره بشكتاش، خسر جميع مبارياته وخسر الست مباريات. نخش على ارقام اللعيبه. ماشي، برضو في ارقام مميزه للعيبه لاعبي طبعا دوري الابطال. سيباستيان هيلر طبعا الهداف، ده طبعا مهاجم اياكس امستردام. ليفاندوفسكي بتسع اهداف طبعا مهاجم البايرن، ونجمنا الكبير محمد صلاح طبعا
أول لعيب في ليفربول بيجيب 7 أهداف في دور المجموعات، ريكورد ورقم جديد بيحققه محمد صلاح مع ليفربول بتحقيقه 7 أهداف في دور المجموعات. محمد صلاح بـ7 أهداف طبعا ليفربول، وكريستوف نكونو 7 أهداف، ده مهاجم فريق لايبزيغ. واضح جدا كمان على مستوى الأرقام إن لا الدور اللي جاي طبعا لسه كمان نكمل على صانع الألعاب أو الأسيست، كيليان امبابي صنع 6 أهداف طبعا لاعب باريس سان جيرمان، ساني لاعب البايرن صنع 4 أهداف، أنتوني لاعب أياكس أمستردام أيضا صنع 4 أهداف، وفينيسيوس طبعا المتألق مع ريال مدريد بيصنع 4 أهداف. واضح من الأرقام كمان إن لا الدور اللي جاي ما فيهوش رحمة، يعني الفرق كلها واللي هنتكلم طبعا مين الفرق اللي صعدت، لكن محمد صلاح دايما بقف عند محمد إن على مستوى الأرقام بيحقق لأول مرة في تاريخ ليفربول لاعب بيحقق 7 أهداف في دور المجموعات، ده كمان يعني شيء عظيم لمحمد صلاح، وأول لاعب يسجل في 5 مواسم متتالية بلس 20 هدف من أيام آيان راش في الثمانينات. يعني بالمناسبة أحصائيات اللاعبين بترد على البالون دور بالمناسبة، يعني شوف حضرتك أول واحد سبيسينال هيلر لاعب أياكس أمستردام 10 أهداف، أصلا أياكس مسجل 20 فجايب نص الأهداف، ليفاندوفسكي فريقه جايب 22 هدف هو جايب 9 تقريبا نص، يعني صحيح. يعني تقريبا النص، محمد صلاح فريقه جايب 17 هو جايب 7 تقريبا برضو النص يعني الا قليلا، فهي هي الفكره في دول بيردوا على فين ميسي هنا مش موجود ماشي، يعني واحد زي يعني ده بالمناسبه بس ايه احصائيات اللعيبه بترد على البالون دور. لكن طبعا البطوله محمد صلاح زي ما حضرتك ذكرت بيواصل وان شاء الله يواصلوا باذن الله ربنا يكلل جهوده بالنجاح وليفربول يقدر ياخد البطوله، خصوصا ان هو ليفربول واياكس وبايرن ميونخ هم الثلاثه الوحيدين في بين كل الفرق اللي هم العلامه الكامله، العلامه الكامله صحيح. كان ده ما بيعبرش او ده مش مبرر ان هم يكسبوا التواني مثلا اللي هيقابلوهم في المباريات اللي جايه، ولكن على الاقل هي مؤشرات بتبين الفريق قوي. يعني انا كنت دايما اقول البطوله دي ما بين 5 فرق، يعني هي كده 5 فرق بايرن ميونخ من المانيا. تعال نبص على الساده المشاهدين نشوف ترتيب المجموعات طبعا بعد الجوله الاخيره من دور المجموعات، نشوف المجموعات نبدا بالمجموعه الاولى طبعا، ومانشستر سيتي في المركز الأول ب 12 نقطة، يليه باريس سان جيرمان ب 11 نقطة، طبعا لايبزيغ في الأوروبا ليج في المركز الثالث ب 7 نقاط، وكلوب بروج رغم بداية قوية كلوب بروج كان بيتعادل مع باريس سان جيرمان في أول مباراة، لكن في الأخير طبعا نهاية ب 4 نقاط وخروجه حتى عدم حصوله على على الدوري الأوروبي. نتكلم المجموعة الثانية، ليفربول بالعلامة الكاملة 18 نقطة، يليه في المركز الثاني أتلتيكو مدريد ب7 نقاط، وكانت المنافسة الشديدة ما بين بورتو وميلان على مقاعد اليوروبا ليج، ولكن طبعا هزيمة الميلان في المباراة الأخيرة أمام ليفربول وقدر بورتو أن يحصد المركز الثالث. نخش على المجموعة الثالثة، أياكس بالعلامة الكاملة ب 18 نقطة، يليه سبورتنج لشبونة ب9 نقاط، وكان في حرب، ويمكن بروسيا دورتموند هي يمكن المفاجأة محسن في المجموعة ديت إن عدم تأهل بروسيا دورتموند كان مرشحة طبعا على ورق على الأقل قبل لشبونة ولما لا كمان قبل أياكس، فسبحان الله تراجعت المركز الثالث، يعني هي مفاجأة أشبه بمفاجأة برشلونة كده، أعتقد مفاجأة كبيرة. بروسيا دورتموند كان مرشح لصدارة هذه المجموعة بالزبط. لكن بروسيا دورتموند يمكن في الدوري الأوروبي بشكتاش وأضعف فرق المجموعة كاملة، 6 مباريات بطولة يعني 6 هزائم كله ما شاء الله أصفار، يعني بشكتاش المفروض من الفرق القوية في الدوري التركي، ولكن على المستوى الأوروبي ما أداش بشكل جيد. ريال مدريد ده المجموعة الرابعة، ريال مدريد مركز اول 12 نقطة، الانتر 15 نقطة، الانتر ريال 15 طب نشوف يا طبعا ريال مدريد في المركز الاول، انتر في المركز الثاني، تريب تراسبول في المركز الثالث، وشختر في المركز الرابع. ترتيب المجموعة الخمسة، بايرن في الصدارة بالعلامة الكاملة، بنفيكا في المركز الثاني 8 نقاط، وبرشلونة طبعا للاسف في المركز الثالث للأوروبا ليج، دينامو كييف في المركز الرابع بنقطة واحدة، مفاجأة كبيرة جدا جدا يا محسن، خاصة إن برشلونة يعني زي ما بنقول على مدار 20 سنة
لم يغادر دور المجموعات في الشامبيونز ليج. سبحان الله يعني المره دي. بس هو يعني زي ما قلت لحضرتك او اتكلمنا في الاول ان هو طبعا ده مش مفاجاه بالنسبه للمتابعين، وكان كره القدم بتدي لك كده احيانا نوع من الانتقام حتى على المستوى التحفيلي. يمكن لما الفريق اللي اسمه شريف ده المجهول اللي هزم ريال مدريد على ارضه 2-1 في سانتياغو برنابيو، كان محبي برشلونه كانوا بيتسالوا اين يقع فريق الشريف استهزاء من ريال مدريد. فامبارح رد عليهم قال لهم يقع في الاوروبا ليج اللي انتوا بتلعبوا معاهم. صحيح. طيب نخش على المجموعه السادسه. طبعا المان يونايتد في المركز صحيح. الاول 11 نقطه. خلاص فيا ريال دلوقتي يعتبر 10 يعتبر 10 لسه المباراه شغال بنتيجه 2-0 لصالح فيا ريال على حساب اتلانتا والمباراه في ايطاليا، ويكفي فيا ريال التعادل وبالتالي اعتقد فيا ريال بيحصل على المركز الثاني، اتلانتا لليوروبا ليج في المركز الثالث، ويانج بويز السويسري في المركز الرابع بخمس نقاط. المجموعه السابعه ليل. طبعا ليل كمان اعتقد دي مفاجاه من المفاجآت. طبعا ليل هي على المجموعه كلها المجموعه كلها مقلوبه كلها ما كانش حد عارفه يعني رايح فين. يعني المجموعه دي والمجموعه الثانيه، المجموعه الثانيه القرعه ظلمتها لما حطت اتلتيكو مدريد مع ليفربول مع ميلان ومعهم بورتو كمان، والمجموعه دي الاربعه سبحان الله صحيح. يعني محظوظين يعني. صحيح. ليل طبعا انهى هذه المجموعه بالتصدر في المركز الاول، ريد بول ستراسبورغ في المركز الثاني ب 10 نقاط، شبيليا طبعا في المركز الثالث ب 6 نقاط في اليوروبا ليج، و فولسبورغ الالماني في المركز الرابع بخمس نقاط. المجموعه الثامنه برضو كانت مجموعه فيها طبعا كراسي موسيقيه بالنسبه لتشيلسي. طبعا اليوفنتوس على صداره المجموعه ب 15 نقطه، تشيلسي في اللحظات الاخيره محسن بيخسر بالظبط من دام زينت بيخسر الصداره، وكان متقدم 3-2 على زينت بتروسبورغ في روسيا، وخلاص الحكم تقريبا حسب 6 دقائق وقت ضايع في يمكن في الدقيقه الرابعه جه فيهم جون التعادل نقلهم المركز الاول للمركز الثاني، ومحظوظ بصراحه أليجري ومحظوظ اليوفنتوس انه ياخد صداره المجموعه دي. صحيح. طبعا تشيلسي في المركز الثاني، زينت في المركز الثالث في اوروبا ليج، ومالمو طبعا في المركز الرابع طبعا خارج البطوله. وزي ما بقول لك انا بالنسبه لي مفاجاه دورتموند ومفاجاه المركز الثالث ومفاجاه برشلونه بجانب كمان فولسبورغ. عشان نعرف كمان من خلال وجود طبعا الناقد الرياضي محمد الباز موجود في المانيا عبر زوم هيكون معانا. بنمس عليك، مساء الخير يا محمد. مساء الخير كابتن هاني، مساء الخير على حضرتك استاذ اسامه، اهلا وسهلا. منورنا طبعا، وانت مش غريب على برنامج المحترف وعلى قناه النادي الاهلي، ووجودك دلوقتي كمان في المانيا مهم جدا علشان نعرف ردود الافعال. زي ما بنتكلم واتكلمت مع استاذ محسن طبعا لملوم الناقد الصحفي الكبير ومختص بالكره العالميه، بنتكلم على مفاجات الشامبيونز ليج، منها نمره واحد تكلمنا عن خروج دورتموند طبعا واحتلالها المركز الثالث، كمان على مستوى فولسبورغ، واعتقد انت كنت حاضر مباراه فولسبورغ امبارح، كلمنا عن طبعا اجواء الشامبيونز ليج في للفرق الالمانيه. بالظبط، يعني احنا لو نبدا الفرق الالمانيه مبدئيا، احنا عندنا اربع فرق المانيه في الشامبيونز ليج لهذا العام، فولسبورغ ودورتموند ولايبزيج وبايرن ميونخ. امبارح طبعا كانت في اجواء ساخنه في مجموعه فولسبورغ كان امامه فرصه ذهبيه كابتن هاني ان هو يتصدر المجموعه ويفوز على ليل، ولكن اضاع الفوز بطريقه يعني مش عارفين. كل الجمهور اللي كان حاضر هو كان جمهور قليل جدا بسبب ظروف كورونا، تم منع دخول الجمهور حتى في مباراه بايرن ميونخ وبرشلونه هنتكلم عليها. ولكن سريعا، فولسبورغ امبارح كان امامه فرصه ذهبيه امام ليل، خسر امبارح 3-0 من ليل وكانت هزيمه ثقيله. كان امبارح اي فوز لفولسبورغ كان هيتصدر المجموعه ويصعد للدور ال 16. فولسبورغ بيعاني في الفتره الاخيره، عنده هزيمتين في الدوري الالماني، هزيمه من دورتموند 3-1 ثم هزيمه من ماينز الالماني في الدوري في البوندسليغا 3-0. امبارح طبعا ليل كان المعنويات مرتفعه عند ليل كان داخل رغم طبعا تعثره في الدوري الفرنسي، زي ما احنا عارفين بيحتل دلوقتي المركز ال 11 في الدوري الفرنسي بعد ما كان هو بطل الموسم السابق. ليل كان دخل المباراه امبارح بعد 2 فوز مهمين بالنسبه له في الدوري الفرنسي، كان رافع معنوياته امام فولسبورغ وفاز، استطاع الفوز على فولسبورغ. كان قبل هذه المباراه كنا بنشاهد ايضا مباراه للشباب في نفس الشامبيونز ليج
للشباب، ونفس المجموعه كانت برضو بتشمل فولسبورغ وليل، وكانت مباراه امبارح فاز برضو فريق ليل على فولسبورغ 3-0، وكانت هو كان من الواضح ان ما كانتش ليله فولسبورغ يعني. طبعا فولسبورغ كمان كان عنده فرصه ذهبيه، لكن المفاجاه الكبيره كمان يا محمد دورتموند، مع وجود طبعا دورتموند وكان كل الناس بتتوقع ان دورتموند هو في الصداره او على اقل تقدير في المركز الثاني، لكن دورتموند يخسر مكانه في الشامبيونز ليج. ولكن بالظبط يعني هو خسر مكانه للاسف وخرج من الشامبيونز ليج وضمن مقعد في اليوروبا ليج، هو ولايبتسيج هم دول الفرقتين الالمان اللي هيكملوا في اليوروبا ليج، غير فولسبورغ خرج من الفرصتين سواء كان من الشامبيونز ليج او من اليوروبا ليج. دورتموند كابتن هاني يعني مش محظوظ هذا العام، ودي كانت المفاجاه في مجموعته فعلا. دورتموند من الجوله الثالثه وهو بيعاني، يعني كان عنده كثره غيابات، غاب عنه طبعا المهاجم الداهيه هالاند لفترات طويله منذ الجوله الثالثه. في المباراه امام اياكس كان في طرد لهوملز، طرد كان غريب وكان مبكر في المباراه، ادت لخساره كبيره امام اياكس امستردام. طبعا دورتموند بيعاني في الشامبيونز ليج ولكنه ضمن مقعد في اليوروبا ليج، ودلوقتي هو بيحتل المركز الثاني في البوندس ليج بعد بايرن ميونخ. اما لايبتسيج طبعا كانت مباراه قويه جدا امام المان سيتي، ولكن الدور لايبتسيج السهوله معاه واللي ساعده اكتر في الصعود لليوروبا ليج ان هو في مباراه الثانيه في نفس المجموعه باريس سان جيرمان كان بيلعب امام كلوب بروجا كابتناني، وفي اول 7 دقائق باريس سان جيرمان احرز هدفين، وده طبعا ادى الفرصه الكبيره للايبتسيج ان هو يعني يضمن مقعد في اليوروبا ليج بعد اول 7 دقائق بهدفين لباريس سان جيرمان على حساب كلوب بروج. ولكن لايبتسيج تماسك المباراه، المعنويات ارتفعت، التركيز ارتفع اكتر، واستطاع الفوز على مان سيتي ب 2-1، المباراه اللي كانت مفاجاه جدا لخساره المان سيتي هنا في المانيا امام لايبتسيج. كده لايبتسيج ودورتموند صعدوا في اليوروبا ليج، طبعا معاهم زي ما احنا عارفين برشلونه واتلتيكو مدريد، والمفاجاه زي ما حضراتكم قلتوا دلوقتي مع الاستاذ لملوم دلوقتي شرحته كانت مفاجاه كبيره جدا. تشيلسي يعني دلوقتي بيصعد في المرتبه الثانيه وقد يواجه طبعا بايرن ميونخ او ليفربول، وهتكون مباريات طبعا محمد كنت عايز اسالك يا محمد كنت عايز اسالك طبعا عن مباريات البايرن وبرشلونه. طبعا المباراة كانت من غير جماهير، لكن عايز أعرف منك ردود الأفعال على حتى على مستوى النقاد، على مستوى الصحافة الألمانية، قالت إيه عن البايرن وقالت إيه كمان عن خروج برشلونة بعد 20 سنة من تواجده في دور المجموعات في الشامبيونز ليج بيخرج وبهزيمة كمان، أعتقد هزيمة 3-0 مع الرأفة زي ما بيقولوا كده في الكورة، كان البايرن قادر إنه يعني ينهي المباراة بخماسية أو سداسية كمان. صحيح، يعني احنا لو بنتكلم على مواجهات البرشلونه وبايرن ميونخ، لم تفز برشلونه على بايرن ميونخ على الفريق البافاري في أليانز أرينا في طول المشوار او طول في مدار على مدار التاريخ لم يكن هناك اي فوز ليهم. واجهوا بعض كابتن هاني طبعا تقريبا في مباراه الامس 13 مواجهه فاز فيهم الفريق البافاري في 9 مباريات وتعادل في لقاءين وخسر لقاءين، وكان طبعا الفرص الاكبر لبايرن ميونخ. امبارح كانت الاجواء كانت هنا ساخنه في اخر يومين قبل اللقاء، طبعا تحدثت الصحافه الالمانيه وخصوصا صحيفه بيلد زي ما قلنا، هل سيتساهل، هل سيكون لطيفا ناجلسمان، ام سيكون هناك روح رياضيه. روح رياضيه دي كانوا بيقصدوا بيها مباراه بنفيكا، لان بايرن ميونخ امام بنفيكا رايح جاي فاز على بنفيكا رايح جاي، فده معناه لو تساهل امام برشلونه فكان سيكون بعض الظلم لبنفيكا. البايرن ما عندوش احتواء يا محمد، البايرن ما عندوش ما بيحتويش. بالظبط، البايرن ميونخ لا يرحم، لا يعرف مصطلح الاحتواء او التساهل. ناجلسمان كان عنده هدف اسمى وهو الفوز بالعلامه الكامله 18 نقطه زيه زي ليفربول واياكس، يعني وهو ده كان الهدف الاول، ثم الهدف الثاني زي ما تكلمت الصحافه الالمانيه انه يسعى للحصول على المبلغ المالي اللي هو 2.8 مليون يورو في اي فوز في اي مباراه في الشامبيونز ليج، كان مبلغ مهم
مهم جدا على في ظل غياب الجمهور، بعد ما يعني عايز اقول لحضرتك كان وصل ل 70% حجز التذاكر لحضور المباراه، كانت المباراه المرتقبه بالامس، ولكن بظروف كورونا والقوانين اللي اصدروها في خلال اخر 3 ايام تم قفل المباريات وغلق اماكن كثيره ومنع الجمهور، فكان الحافز الثاني بعد الصعود بالعلامه الكامله هو الحصول على المبلغ. طبعا ناجلسمان امبارح بدا بطريقه 4-1-4-1، كان عنده كومان وسانيه الطيارين الاجنحه اللي اعتمد عليهم امبارح في ظل غياب كيميش وجوريتسكا، الارتكاز اللعيبه البوكس تو بوكس، الارتكاز طبعا المانشافت الالماني والفريق البافاري كان بيعتمد عليهم طبعا ناجلسمان بشكل كبير رغم الغياب العناصر المهمه. طبعا مع جنابري كان غايب ايضا للاصابه، والنهارده في الصحافه الالمانيه تحدثوا ان كيميش قد تطول فتره غيابه لانه طلع عنده بعض المشاكل في الرئه وقد لا يكمل المباريات القادمه حتى يقال حتى منتصف شهر يناير القادم، نتمنى له الشفاء. رغم كل هذه الغيابات دخل طبعا الفريق البافاري بقوه كبيره، وخصوصا بعد البالون دور وعدم تدويج ليفاندوسكي زي ما احنا عارفين، كان عنده شهيه مفتوحه ان هو يثبت ان هو يستحق وان هو ايضا يستحق افضل او لقب افضل مهاجم في العالم. ليفاندوسكي طب لم يوافق امبارح بالامس، ولكن زي ما انت عارف يا كابتن هاني مولر كعبه عالي جدا على برشلونه. عايز اقول لك احصائيه سريعه كده، مولر واجه برشلونه في 7 لقاءات قبل لقاء الامس احرز فيهم 8 اهداف، يعني 8 اهداف و2 اسيست كمان. واثنين اسيست، يعني مولر كعبه عالي جدا على برشلونه سواء كان في هناك في اسبانيا او هنا في الاليانز ارينا. عملوا مباراه طبعا قويه، فريق لا يرحم لا يعرف معنى التساهل او التعاطف، كان الله في عونه طبعا تشافي في الفتره المقبله، ولكن وجود برشلونه عايز اقول لحضرتك على سبيل الفكاهه هنا تداولت الصحافه الالمانيه بعض الفكاهه يعني على سبيل الدعابه، انت خلاص برشلونه هربت مننا وراحت اليوروبا ليج، يا عالم ممكن تكسب هي اليوروبا ليج وبايرن ميونخ يكسب الشامبيونز ليج ونتقابل في السوبر الاوروبي. فهتروحوا مننا فين؟ طبعا يعني خلاص، يعني كمان انا على المستوى الشخصي طبعا وعارف كمان على مستوى النقاد الرياضيين في العالم كله يعتبر بايرن ميونخ من اقوى المرشحين للحصول على هذه البطوله بشكل كبير جدا. محمد الباز يعني الناقد الرياضي ومراسلنا دلوقتي كمان في المانيا، بنشكرك شكرا جزيلا يا محمد وترجع بالسلامه. شكرا جزيلا. طبعا زي ما بقول يمكن على مستوى الترشيحات من دلوقتي خلاص بالنسبه للفنيات واداء البافاري الألماني بايرن ميونخ، كل المرشحين بترشح البايرن في أولوية الحصول، لا موجود طبعا المان سيتي، موجود فرق كبيرة، لكن بايرن ميونخ هو الأقوى لحد الآن في دور المجموعات. نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل حديثنا عن التشامبيونز ليج مع الناقد الرياضي المتميز محسن لمبي. اهلا بحضراتكم مره تانية. طبعا محسن نتكلم على الشامبيونز ليج لسه في اجواء دوري الابطال، وخلينا ناخد مباراه كانت تهمنا على المستوى الجماهير المصريه، مباراه طبعا ليفربول مع الميلان في الميلان، وكانت الحظوظ برضو عشان الناس تبقى عارفه كان ما زال الميلان عنده حظوظ الصعود حتى في المرتبه الثانيه، لان كان عنده 4 نقاط، بورتو كان عنده 5 نقاط، اتلتيكو مدريد عنده 4 نقاط، وبالتالي كانت مباراه مهمه جدا جدا للميلان. شفت المباراه ازاي؟ والله على قد ما احنا طبعا فرحانين، كان مهم جدا ليورجن كلوب انه ينهي دور المجموعات بالرصيد النقاط كاملا زي ما حصل طبعا مع البايرن فيما بعد يعني، وفي نفس التوقيت كان اياكس اللي هو 6 من 6 العلامه الكامله. لكن يعني بصراحه الواحد كان حزين شويه على المجموعه دي، كان فيها ظلم شويه، القرعه ظلمت المجموعه دي تحديدا ان حطت الاربعه كلهم، بس بالتحديد الاكبر نادي ميلان. يعني ميلان ده لقبه عملاق اوروبا، ثاني اكتر نادي في اوروبا فايز ببطوله دوري الابطال بعد ريال مدريد. ريال مدريد راح في حته لوحده خلاص بقى 13، لكن هو 7. اي نعم هو عنده
سبع سنين ما تأهلش للكاس، عفوا لدوري الابطال، بس هو تأهل. حتى لو كانت مدينه ميلانو يمكن المدينه الوحيده يمكن في اوروبا اللي فيها فرقتين واخدين دور الابطال، ميلان اي سي ميلان 7 والانتر ميلان 3. يمكن مدريد كان قريبه من ده فيما لو كان فاز اتلتيكو مدريد بالمرتين اللي صعد فيهم، لكن في النهايه تبقى المدينه الوحيده ميلانو الايطاليه ان هي خد فيها فرقتين خدوا دور الابطال. وحتى الناس، حتى البعض يقول ان مثلا انتر ميلان تاهل مثلا في مجموعته مع ريال مدريد، لكن كما يحلو للميلانيستا بيقولوا ميلانو زريد مفيش شك. كمان من الآخر يعني. انا في اعتقادي كمان كان في سوء حظ لحد كبير جدا حتى في مباريات مباراه اتلتيكو مدريد الحكم التركي، مباراته امام ليفربول كمان كان متقدم في الشوط الاولاني في 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 ليفربول برضه كان عامل ماتش يعني ايه. ميلانو السنه دي ظهر بوجهين مختلفين، وجه في الكاليتشو قوي جدا وواجه في دوري الابطال سبحان الله كان يعني ضيع بشكل كبير. تعالى نشوف ارقام المباراه. طبعا مباراه فوز ليفربول 2-1 على الميلان وخروج الميلان من حتى من سباق الشامبيونز ليج والاوروبا ليج. طبعا ليفربول 2-1 طبعا كان بدا التهديف الميلان وكان النتيجه 1-0، رجع طبعا ليفربول بهدفين واصبحت النتيجه 2-1. الفرص خمس فرص لليفربول برضو خمسه للميلان، لكن ليفربول سجل هدفين، الميلان هدف واحد من الفرص ديت. نسبة الأهداف المتوقعة كانت لصالح كمان الميلان بنسبة صغيرة طبعا 1.5 لليفربول، 1.65 للميلان. طبعا نسبة الاستحواذ كانت لصالح ليفربول بنسبة 54%، تمريرات الصحيحة بنسبة 84 ليفربول 82 ميلان، تصويبات على المرمى 20 ليفربول مقابل 10 تصويبات للميلان، العرضيات 13 ليفربول مقابل 9 للميلان، الركنيات 9 ليفربول مقابل 3 للميلان. رغم البدايه الموفقه للميلان واحرازه هدف يعتبر هدف مبكر طبعا، كلنا اعتقدنا ان المباراه رايحه لصالح الميلان. الاجواء الحماس صحيح. الروح واحتياجهم ل طبعا 3 نقاط بشكل كبير يعني، لكن خطأ توموري المدافع هو اللي كان تسبب يمكن صحيح. في الهدف الاول ليفربول. هو الراجل عبر عن ده يمكن امبارح بتويتر، قال انه بيشعر بالاحباط انه تسبب في خروج فريقه من السباق في المركز الاخير، على الاقل ما حتى لو ما كانش لحق دور الابطال كان يلحق لاوروبا ليج، لكن لا لحق لا ده ولا ده، فهو يمكن كان السبب في ده. لكن بصراحه الاحصائيات عشان ما نلومش كتير على توموري المدافع اللي هو خطأه ده، لكن الاحصائيات بتبين الفروق كبيره جدا ما بين ليفربول والميلان بصراحه. ليفربول كان في، مش عايز اقول في نزهه، كان في طريق مفتوح انه يحقق العلامه الكامله ويفوز بكل سهوله، زي ما حضرتك قلنا برضو على برنامج ما عنده احتواء ولا عنده كلام صحيح. فكمل طريقه طبعا على مستوى القياده الفنيه. يورجن كلوب كمان المدير الفني لفريق ليفربول كان سعيد بحصوله على العلامه الكامله، ودي رساله قويه جدا، بيقول ان ليفربول السنه دي كمان من المرشحين الاقوياء جدا للحصول على هذه البطوله. يورجن كلوب قال ايه بعد المباراه، نشوف مع حضراتكم. لا أشعر بأمانة دائما بالفخر في كرة القدم لأنني أتوقع دائما أن تحدث أشياء، لكنني أشعر الليلة بفخر عظيم. كان الأداء استثنائيا، ولا أعني بذلك مجرد تحقيقنا الفوز السادس على التوالي في دور المجموعات، بل سبب ذلك خاصة أداؤنا الجيد في المباراة ضد ميلان رغم التغييرات الكبيرة التي تم إجراؤها. ومن السهل علي إجراء تغييرات، وحافظ فريقي على ثقة كافية بالنفس لإثبات مهاراتهم، وشاهدت العديد من الجوانب الكروية الجيدة وكانت مذهلة، كما أننا فزنا بكل مباراتنا في دور المجموعات، وهذا مذهل، وهذا فصل جديد في تاريخ هذه المجموعة الرائعة من اللاعبين. حققوا إنجازات استثنائية في السنوات الأخيرة، غير أن هذا لا يعني شيئا، فلم نكسب الجائزة بعد، فأنت لا تفوز بلقب لمجرد نجاحك في أن تصبح أول فريق إنجليزي يفوز بكل مبارياته في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. هذا رائع، لكنني لا أمانع لو أننا حققنا فقط العدد الكافي من النقاط للتأهل إلى دور 16، وتحقيق 18 نقطة هو أفضل شيء. طبعا يورجن كلوب سعيد بالأداء وبيقول مستوى أكتر من رائع. هو الراجل بيقول دايما ما بقاش يعني متفائل قوي، لأن في
متغيرات كتيرة جدا في كرة القدم والمباريات، لكن واضح بسعادته ان هو زي ما بقول لك هي رسالة كمان. هو كان متأهل قبل المباراة، لكن دي رسالة قوية للمنافسين في الجولة اللي جاية. متفق معاه تماما، هو الموضوع عنده مش مجرد أول فريق إنجليزي يحقق العلامة الكاملة في دوري المجموعات، لأن في متغيرات بتحصل. كل ده لا يعني شيء في كرة القدم، ممكن لا قدر الله يخسر في أي وقت ويخرج من البطولة، حتى لو ما خسرش يتعادل على أرضه يتعادل بره، بس بره سلبي وعلى أرضه مثلا يعني بالحسابات الذهاب والإياب، فممكن هو كده لسه ما حققش حاجة. في وجهة نظري طبعا ليفربول مع بايرن ميونخ والسيتي اقوى المرشحين للبطوله دي، ما زال ليفربول ما عملش حاجه الا اذا وصل المباراه النهائيه ان شاء الله، ونتمنى ذلك عشان يبقى البطوله الثانيه في تاريخ صحابه طبعا صحابة. زي ما عارفين ان المجموعه دي انتهت طبعا، ليفربول في الصداره، في المركز الثاني اتلتيكو مدريد، في المركز الثالث بورتو، والاخير ميلان اوروبا ليج، وطبعا خروج الميلان. طيب بالزبط. عايز اكلمك كمان على مباراه قويه جدا كانت ما بين ريال مدريد وانتر. صحيح، المجموعه الرابعه. المجموعه الرابعه طبعا يمكن كان الدروب الوحيد اللي حرم ريال مدريد ان هو ياخد العلامه الكامله، الهزيمه المفاجاه والتاريخيه لفريق شريف اللي ما حدش عارفه ده، فعشان كده ده اللي حرمه يمكن ان ينضم للرباع كبار، مع ان ريال مدريد طبعا عملاق عمالقه اوروبا، لكن طبعا المستوى بصراحه ثابت في الفتره الاخيره سواء في الليجا او في دور الابطال. عنده مجموعه من اللعيبه على رسوم طبعا بنزيما بسم الله ما شاء الله حاجه حدث ولا حرج، كمان فينيسيوس جونيور بصراحه هم ماشيين بخطه ثابته. دايما تلاقي ريال مدريد يا كابتن في بطوله دوري ابطال اوروبا ملوش علاقه خالص بريال مدريد في اي حته تانية، يعني لو ممكن لو بيلعب في في اي حاجه تلاقيه، يعني انت لو قابلت ريال مدريد في دوري ابطال اوروبا تخسر منه تخسر منه، قابلته في اي حاجه تانية ممكن تكسبه عادي. صحيح. لكن هم يعني مولودين عارفين ان دي بطولتهم المفضله يعني. طبعا على مستوى ترتيب المجموعه ديت اعتقد منطقي جدا ومنطقي. ريال مدريد في الصداره، انتر في المركز الثاني، يمكن الشريف هو بقى المفاجاه. هو المفاجاه فعلا، هو عمل ثلاث مفاجآت، كان كسب تقريبا شختار، وكان كسب ريال مدريد، والمفاجاه الثالثه انه اتاهل لليوروبا ليج، يعني حتى على حساب شختار دونيتسك اكيد يعني اكثر منه خبره طبعًا. طبعا اكثر منه خبره، لكن في النهايه هو عمل ده انجاز بصراحه يحسب ليها. هو دخل التاريخ السنه دي، افضل نادي في العالم في السنه دي هو بصراحه شختار، عفوا شريف، بالنتائج اللي حققها. صحيح. طيب نخش على مباراه ويمكن اتكلمنا فيها مع طبعا زميلنا محمد الباز من المانيا، مباراه البايرن وبرشلونه، واللي شاف المباراه قال ان البايرن باقل مجهود بلغه الكوره، بعدم وجود كمان خلي بالك عدم وجود جماهير، البايرن قدر يكسب 3 بمنتهى السهوله، وامكانيه كمان كانت ممكن يعني الغله تبقى 5 و6. هو واضح ان بايرن من كتر ما بيكسب برشلونه بقى يتعامل معاه بطريقه ارحمه عزيز قوم انزل والله يعني خلاص. حتى في المباراه الاولى، يعني المباراه الاولى اللي كانت في الكامب نو كانت انتهت 3-0 برضه مع الرأفه، هي بعد الثمانية خلاص هو بقى يرقف في حال برشلونة إلى حد ما، لأنه واضح أنه برشلونة ضايع يعني، معرفش راح مع في شكة ما حدش عارف هيرجع إمتى يعني. صحيح. خلينا كمان من خلال المباراة ديت لو عندنا كمان ناجلزمان طبعا المدير الفني لبايرن قال إيه، وكمان تشافي يمكن كان في حزن كبير جدا على تشافي بعد هذه المباراة، لأنه فعلا اكتشف الفوارق الكبيرة جدا جدا. برشلونة من الأندية العظيمة على مستوى العالم، لكن أصبح برشلونة في هناك فوارق واضحه جدا جدا ما بينه وما بين التوب تيمز في العالم كله. لو معانا كمان ناجلزمان المدير الفني للبايرن، مدير فني لسه عنده 34 سنه او 35 سنه بيقود البافاري العملاق، قال ايه بعد المباراه، نشوف مع حضراتكم. Am Ende ist es immer noch einer der größten Clubs. Sie haben heute, glaube ich, في النهايه برشلونه لا يزال احد اكبر الانديه. لقد استحقينا الفوز، سيطرنا على المباراة واستحقينا الفوز. أعتقد أن برشلونة نادي لديه الكثير من الخبرة والكثير من الأشخاص الطيبين، ليس تشافي فقط ولكن أيضا أشخاص آخرين في الخلفية سيتخذون قرارات جيدة للنادي. لقد قلت ذلك من قبل، إنه ليس من السهل التخلص من هذا المليار من الديون. في نهاية المطاف جميع الفرق التي وصلت إلى مراحل خروج المغلوب هي المرشحة إلى حد ما للفوز بالمنافسة، لأنها نظريا تضع نفسها في وضع يمكنها من القيام بذلك، وكذلك نحن. لقد قدمنا أداء جيدا في الجولة الأولى، stell dir vor, der wird dann zugelost, dann sagen die Spieler schon, oh, der Trainer, der scheißt in die Hose vor dem Gegner. اليوم ايضا باداء مركز للغايه حققنا المزيد. في النهايه مطالبنا بان نكون احد المرشحين.
بالتأكيد نريد الفوز بدوري أبطال أوروبا والفوز بالعديد من المباريات. ما في شك البايرن من المرشحين الأقوياء جدا للحصول على هذه البطولة محسن، وكمان المدير الفني يعني اللي بيقول احنا طبعا بنحاول نكون احد المرشحين، وزي ما بنقول احنا لعبنا بتركيز كامل يعني. بالظبط. يعني إيه؟ لا طبعا يحسب ليه ان هو متواضع رغم ان هو الاكثر تهديفا من كل الفرق المجموعات 22 هدف الاقل الاقوى دفاعا الاقوى هجوما والاقوى دفاعا 3 اهداف بس دخلوا مرماه، اطاح بفريق عملاق كبير هو برشلونه حتى لو كان في يحسب بحاجات بتسجل في التاريخ حتى لو كان في برشلونه في اسوء حالاته. اعتقد بايرن ميونخ المرشح رقم واحد للفوز بالبطولة إلى جانب طبعا ليفربول والسيتي ولكنهم بنسبة أقل شوية. محسن بنشكرك شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا. شكرا جزيلا كابتن. شكرا ليك. وطبعا دي كانت نهاية حلقة نهاية الأسبوع هنا في المحترف. إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا بإذن الله يوم السبت القادم في كأس العرب والفوز على المنتخب الأردني الشقيق، وكمان هنبقى مع حضراتكم يوم الاثنين اللي جاي ونشوف كمان قرعة الشامبيونز ليج ومين النوك أوت، مين الفرق اللي هتقابل بعض، كل ده الأسبوع اللي جاي. أشوفكم على خير إن شاء الله.